يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضاء المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا محمد. صباح الفل عليك يا بسنت. صباح الخير والسعادة على حضراتكم في كل مكان، كل مشاهدي برنامج صباح الخير يا مصر. يوم جديد وحلقة جديدة مع حضراتكم النهاردة. كام يوم اللي فاتوا أيام العيد قضينا فيها أيام جميلة جدا. العيد خلاص خلص، ونتمنى يا رب كده بهجة العيد تكمل معانا الأيام اللي جاية. ثلاث أيام سعادة وحب وألفة، الشوارع المصرية الجميلة من أول صلاة العيد مرورا بالأيام الثلاثة كانت مزدانة كده بالجمال والبهجة المصرية الخاصة. زيارات الأهل والأصحاب والأصدقاء ما وقفتش، صور الفرحة الجميلة كانت مليانة في حياتنا. السوشيال ميديا كان يفرح يا بسنت، شفنا حالة كده من حالات البهجة، صور جميلة جدا بتخلينا كده نعيش أيام حلوة. يا رب الأيام دي تكمل معانا، أيام كلها سعادة ومودة وألفة يا رب. مش بس كده يا محمد، كمان الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الفسح والخروجات كانت مليانة على غير العادة. احنا شفنا السنة دي طبعا أجواء مميزة جدا، طبع مميز بتتوارثه الأجيال جيل بعد جيل، ان احنا ننزل ونخرج ونستمتع بالعيد، دي عادة مصرية قديمة جدا جدا. في بيج على فيسبوك حتى كانت نشرة بعض الصور ملونة كده، الصور دي للمصريين وهم في الخمسينات ازاي بيحتفلوا بأجواء العيد. لغاية النهاردة احنا بنشوف الأجواء دي المختلفة، ويمكن ابتدينا كمان نشوف الأجواء اللطيفة دي في بعض ساحات المساجد اللي بتوفر أجواء لطيفة جدا للأطفال عشان تجذبهم ان هم ييجوا يصلوا صلاة العيد ويبتدوا صلاة او يبتدوا العيد من بدري جدا من بعد الصلاة. فبنلاقي المصلين بيوزعوا الحلويات على الأطفال. شفنا كمان يمكن ساحات السينما السنة دي مليانة بسبب الأفلام العيد الموجودة، الناس راحت واحتفلت واتفرجت على أفلام، ده غير طبعا الحدائق العامة. العيد حالة خاصة، في بهجة وسعادة. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسم يعني بسمة وسعادة على أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، وده طبعا الاحتفالية اللي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة واللي كلنا تابعناها مع بعض، وكانت نجمة طبعا هذا اليوم الفنانة صفاء أبو السعود اللي رجعت لنا تاني أغنية العيد اللي احنا متعودين عليها منها، وما بيبقاش عيد من غير ما نسمع أهلا أهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. يوم كان جميل جدا، يعني احنا ابتدينا العيد مع الساعات الأولى كده بعد صلاة العيد بالاحتفالية الجميلة جدا اللي كلنا كمصريين تابعناها بحب شديد جدا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر هذه الاحتفاليه اللي شهدت مجموعه من الاستعراضات والاغاني، طبعا نجمتنا الجميله صفاء ابو السعود باغنيه اهلا بالعيد بترجع لنا مره ثانيه وبتخلينا نحس كده ببهجه وفرحه العيد. السيد الرئيس دايما في تقليد سنوي الحقيقه بيقدم في خلال هذه الاحتفاليه تهنئه لابناء الشهداء واسرهم بعيد الفطر المبارك، بيقدم مشاهد انسانيه جميله جدا، بيجبر بخاطر كل اسر الشهداء اللي قدموا اولادهم وازواجهم فداء لهذا الوطن، بيشاركهم فرحه العيد الجميله. الاحتفاليه دي كمان كانت احتفاليه مميزه جدا من خلال المشاهد اللي احنا شفناها من خلال رسم الابتسامة على وجوه أسر الشهداء، وكان فيها جانب مميز جدا، كان في حضور للعائلات الفلسطينية اللي طبعا بيمروا دلوقتي بمحنة شديدة جدا في قطاع غزة. الرئيس وقف معاهم، رحب بوجودهم معانا وحاول يقدم ليهم ابتسامة جميلة ويقول كده في رسالة للعالم كله إن مصر دايما مع القضية الفلسطينية، دايما مع أهلنا في فلسطين. الحقيقة مشهد يعني كلنا تابعناه كان جميل بكل تفاصيله، مبهج بكل حالته كده اللي احنا شفناها من بداية الاحتفالية اللي كانت أول يوم العيد، مشهد جميل جدا. بس حقيقي عجبني قوي كمان وانت بتحكي دلوقتي على أغنية طبعا الفنانة صفاء أبو السعود، واحنا اللي بترجع تاني بشكل جديد لينا. عايزة أقولك إن الأغنية دي ليها تفاصيل كده لطيفة جدا جدا. صفاء أبو السعود ما كانتش عايزة تغني الأغنية دي في الأول، كانت خايفة منها لأن كانت خايفة من المقارنة مع أغنية طبعا كوكب الشرق أم كلثوم يا ليت العيد،
فأقنعوها بالأغنية وخدت طبعا يعني كده بيقولوا إيه يعني خطوة كده خطوة ثقة وعملت الأغنية. وعايزة أقول لك إن تصوير الأغنية دي كان يعتبر أول فيديو كليب مصري يتصور. عايز أقول لك كمان بس أنت الأغنية دي كانت المفروض تغنيها شادية لكن صفاء أبو سعود هي اللي غنتها. وهنتكلم على 44 سنة، هنتكلم على أول مرة نسمع صوت العيد أو صوت صفاء أبو سعود اللي هي بقت علامة مسجلة في كل عيد، لازم أول ما نسمع صوتها يبقى خلاص العيد جه. كان سنة 1984، احنا بنتكلم على أغنية عايشة معانا في وجدان المصريين أكتر من 40 سنة، 45 سنة ولغاية النهاردة. بالظبط، لازم بيرتبط العيد عامة بأغنيتها طبعا. طيب يعني احكي لي بقى أنت عملت إيه في العيد، يعني الحاجة اللي أنت عملتها؟ أنا أجمل حاجة عملتها في العيد يا بسنت إن أنا اشتغلت الثلاث أيام في صباح هنا مصر. يعني كل يوم أو بعد أول يوم، الصراحة أول يوم ما اشتغلتش فيه لكن تاني وتالت يوم والنهاردة كنا مع حضراتكم على الهوا، كنت أنا مع بسنت طبعا. أيوه. معاك على الهوا، لكن بنحاول كده بعد ما نخلص الهوا الأجواء الجميلة جدا اللي احنا بنعيشها. انا بشوف عن نفسي يعني بتقديري الشخصي ان اجمل حاجه في العيد يا بسنت لمه العيله طبعا. يعني لمه العيله في بيتنا، في بيت اهلنا، فكره ان احنا نقضي اليوم مع بعض. يعني من اول اليوم على سفره الفطار، بعد كده بنخرج بنقعد. اعتقد انه السمه الجميله جدا في العيد هي السمه العائليه. شايف انتوا عملتي كده برضو ولا انا إيه؟ عملت كده فعلا. يعني طبعا انا اشتغلت كمان وقفه وتاني تالت يوم العيد ورابع يوم جدا والله. وانا من الناس اللي بعتبر النهارده ربع يوم العيد هيفضل عيد برضو عادي خالص. قضيت طبعا العيد مع اهلي ومع عيلتي، يعني جوزي وابني. ولطيف كمان ان الجو اليومين دول لطيف قوي، فابني عشان صغير لسه مش بخرجه، لكن الجو عشان حلو ساعدنا ان هو ينزل ويشوف الشمس، ودي كانت حاجه لطيفه قوي، من الحاجات اللي فعلا بتبقى حلوه لما العيد يجي في اجواء لطيفه. يعني الجو حلو يشجع ان انت تنزل تخرج، في نفس الوقت مش الحر قوي لانه بالليل بيبتدي برد سنه صغيره، فبيبقى لطيف قوي. فدي كانت من الاجواء الحلوه، الحمد لله الحمد لله، خلتني اقضي العيد حلو. عايزه اقول لك كمان انه احنا اشتغلنا في ايام العيد، لكن الحاجه اللطيفه بقى جدا في انك تشتغل ايام العيد هو انك هتيجي الصبح او هتمشي بعد الهوا الشوارع فاضيه، مفيش اي حد، انت ماشي لوحدك كده الشارع بتاعك، بتسمع مزيكا تعليها وتسوق. دي اجمل حاجه، انت يعني حطيتي ايدك على اجمل حاجه. الناس اللي بيشتغلوا او بيتطلب شغلهم ان هم ينزلوا في ايام الاجازات، طبعا الشوارع فاضيه خلاص اليومين اللي جايين، احنا يعني الاجازه بتخلص فهنرجع تاني للزحمه، لكن ايام حلوه، ايام كلها بهجه وخير وجمال، ويا رب كده البهجه دي تستمر معانا. يعني مش عايزين برضو فكره ان احنا نشعر كده بالسعاده والبهجه مع الاعياد بس، مش عايزين البهجه تبقى فيها مناسبه. احنا قادرين ان احنا رغم كل الظروف الصعبه ان احنا نخلق البهجه دي، والمصريين دايما عندهم القدره الجميله دي انه رغم اي ظروف يا بسنت قادرين هم يضحكوا يبتسموا وان يبقى حياتهم حلوه وفيها بهجه. يا رب يديم علينا كده البهجه وجمال العيد طول ايام السنه. امين. النهارده معانا فقرات كتيره جدا، تابعونا في خلال الحلقه. بنصبح عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس في القاهره والمحافظات. نقول لها صباح الفل عليك يا لمياء. صباح الخير. صباح الخير عليك يا باسانت، وصباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. النهارده الطقس هيكون مائل الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كمان في شبوره مائيه صباحا قد تكون كثيفه احيانا على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 28 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 22 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، واللي كانت أبرزها أن وزارة الداخلية وزعت كحك العيد على المسنين والأيتام، وزعت كمان هدايا على المواطنين في الشوارع احتفالا بالعيد. كمان معنا امبارح خبر عن إحدى المجلات البريطانية أبرزت في ملف خاص مقومات مصر في سياحة اليخوت وأنشطة توعوية لصندوق مكافحة الإدمان بالحدائق العامة بأضرار المخدرات. تفاصيل أكتر هنتعرف عليها في سياق هذا التقرير.
الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت إن وزارة الداخلية احتفلت مع الأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك من خلال زيارة خاصة قامت بتوزيع عبوات كعك العيد وملابس العيد عليهم. وفي لفتة إنسانية من الوزارة نحو هؤلاء الأطفال الأيتام، تم اصطحاب عدد من هؤلاء الأطفال للمحال التجارية لشراء ملابس العيد ليهم، وهو ما ساهم في زيادة فرحة وسعادة هؤلاء الأطفال ببهجة العيد. وفي سياق متصل قامت وزارة الداخلية بتنظيم زيارات لدور رعاية المسنين، تم خلالها توزيع عبوات كعك العيد على النزلاء، وده في ضوء حرص الوزارة على رعاية هؤلاء النزلاء في مختلف المناسبات. امبارح واصل رجال الشرطة مشاركة المواطنين لاحتفال بعيد الفطر المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الورود والهدايا على المرة ومستقلي السيارات في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور الاجتماعي بجانب الدور الأمني في مختلف المناسبات والاحتفالات. ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص الوزارة على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التي تساهم في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين. امبارح أبرزت مجلة سوبر ياخت نوليدج البريطانية التي تعد أحد أهم وأكبر المجلات المتخصصة في سياحة اليخوت، والتي توزع بين عدد كبير من ملاك وقائدي اليخوت في العديد من دول العالم، في عددها الأخير ملف خاص عن مصر وما تتمتع به من مقومات سياحية متميزة في منتج سياحة اليخوت، وده ترويجاً لهذا المنتج الهام، وبالمشاركة مع الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وفي إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم هذا المنتج في مصر. وحرصت المجلة خلال هذا العدد على تسليط الضوء على تفاصيل الزيارة التعريفية اللي نظمتها الهيئة خلال شهر فبراير الماضي لاستضافة مجموعة من القباطنة وعدد من قائدي اليخوت والكتاب الصحفيين المتخصصين في سياحة اليخوت، من بينهم الكاتب الصحفي المسؤول عن إعداد هذا الملف، واللي زاروا خلالها عدد من المقاصد السياحية المصرية التي تتمتع بالمقومات الجاذبة لاستقبال هذا المنتج وتجعل من مصر مقصد لسياحة التنقل باليخوت. امبارح استمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحدائق العامة بالمحافظات المختلفة لرفع وعي الأطفال من زوار الحدائق بأضرار التدخين وتعاطي وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال. ده بالإضافة لعروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان، ويستمر تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحديقة طوال أيام عيد الفطر المبارك للعام الثالث على التوالي. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات اللي شهدت الدفع ب 13400 اسطوانة بوتاجاز إضافية لتلبية احتياجات المواطنين في محافظة الجيزة، وتمركز حوالي فرق 100 مليون صحة أمام المساجد لفحص المواطنين بمحافظة الإسماعيلية. معنا كمان إقبال على زيارة جبال الملح في بور فؤاد خلال أيام عيد الفطر، وطوارئ مستشفيات جامعة سوهاج استقبلت 702 حالة وأجرت 110 عملية خلال العيد. أخبار تانية في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار، أبرزها أن محافظة الجيزة أعلنت توزيع اسطوانات البوتاجاز الإضافية بعدد من المراكز لتلبية احتياجات المواطنين، وتم الدفع بحوالي 13400 اسطوانة بوتاجاز بمراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر والصف وأطفيح وأبو النمرس وكرداسة والعياط ومدينة أكتوبر، وده بسيارات توزيع اسطوانات البوتاجاز لتغطية كافة القطاعات بالمراكز والمدن. وشملت الجهود أيضا تخصيص 1600 اسطوانة بوتاجاز لتوزيعها على المناطق شديدة الاحتياج. محافظة الإسماعيلية شهدت تمركز الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وتكثيف تواجدها أمام المساجد وبالحدائق والمتنزهات وفق خطة التأمين الطبي خلال أيام العيد، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل على حزمة المبادرات الرئاسية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.
جبال الملح بمدينة بورفؤاد شهدت خلال أيام عيد الفطر إقبال الآلاف من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، وأبدى زوار بورفؤاد سعادتهم لزيارة جبال الملح وقضاء وقت ممتع على الجبال والتصوير وكأنها جبال تلج في أوروبا، بعدما تحولت منطقة الملاحات لمزار سياحي واكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة، واللي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية بمحافظة بورسعيد مؤخراً. جامعة سوهاج أعلنت أن عدد الحالات اللي ترددت على قسم استقبال الطوارئ خلال عطلة عيد الفطر المبارك بلغ 402 حالة، مع إجراء عدد 110 عملية جراحية أيام الأول والثاني والثالث من أيام العيد، وده في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم خدمات علاجية ذات جودة لتقليل قوائم الانتظار. مركز المطامير ومركز أبو حمص في محافظة البحيرة تم فيهم افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة إجمالية تتجاوز 6 مليون جنيه في إطار حرص الدولة على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. كلية الطب البشري بجامعة بنها وقعت اتفاقية تعاون مع جامعة شيان الطبية وجامعة شمال غرب الصين، وبيأتي ذلك في إطار سياسة جامعة بنها نحو الانفتاح على جامعات العالم المرموقة بالتخصصات العلمية المختلفة لتعزيز ملف تدويل الجامعة، وتطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي اللي بتتضمن أحد محاورها الأساسية المرجعية الدولية. مدينة سانت كاترين أقبل عليها عدد كبير من السائحين من مختلف دول العالم، بالإضافة للزائرين المصريين من مختلف محافظات مصر لزيارة ملتقى الأديان السماوية والمناطق الأثرية والسياحية وتسلق جبل موسى، وبلغ عدد من زاروا المدينة الجمعة 728 سائح وزائر بيمثلوا كافة أطياف المجتمع وبعض الدول الأوروبية والأسيوية والعربية، ومن بينهم 378 من المصريين والرحلات المصرية اللي بتنفذ خلال أجازة عيد الفطر المبارك. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ودافي على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة. طبعا الأحوال الجوية مستمرة معانا في الاستقرار في معظم محافظات الجمهورية، مع درجة حرارة تعتبر حول المعدلات أو أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجة لدرجتين. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أنها تسجل 28 درجة مئوية. هنلاحظ فترات النهار في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير، ده بيساعد إن احنا نحس بارتفاع قيم درجات الحرارة، خاصة لو احنا موجودين تحت أشعة الشمس وقت الظهيرة. هنحس بالأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، أجواء دافية طبعا على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، واللي بتكون قيم درجات حرارتها طبعا أقل من القاهرة الكبرى. أجواء حارة على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون في فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس وكنا في فترات الليل، طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده بيكون محسوس أكتر وملموس فترة الليل المتأخر اللي هي فترة الفجر وفترة الصباح الباكر. الأجواء هتكون أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة كمان في المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، الأماكن اللي هيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير، لأن كمان اليوم متوقع أن يكون معانا في نشاط رياح. نشاط رياح ده هنحس بيه أكتر بعد فترة الظهيرة مع دخولنا فترة المساء وساعات الليل. في معظم محافظات الجمهورية سرعات الرياح هتتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة. وجود نشاط للرياح بعد فترة الظهيرة ده يساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء وإحساسنا بالبرودة خلال فترات الليل. طيب الرياح دي محملة بأتربة؟ لا الحمد لله، الرياح غير محملة بأي أتربة ورمال مصارة. الأحوال الجوية بالنسبة للأتربة ورمال المصارة مستقرة تماما، يمكن لحد منتصف الأسبوع إن شاء الله. كمان الشبورة، خلينا ننوه عن الشبورة المائية، لأن الشبورة المائية في الفترة دي شبورة مائية كثيفة، يعني بتأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية،
خاصة في فترة الليل المتأخر، فترة الساعة 4 الفجر تقريبا لحد الساعة 8 الصبح بتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية على الطريق، الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية منه إلى محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، لكن هي أيضا سرعان ما بتختفي وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يعني إحنا قدامنا ساعة بالكثير أو ساعتين والشبورة المائية تختفي تماما، الرؤية الأفقية تتحسن على أغلب الطرق. الأحوال الجوية دي مستقرة زي ما قلنا يمكن لحد يوم الثلاث اللي جاي، عشان ننوه بس مع حضراتكم إن في ارتفاع ملحوظ يوم الأربعاء اللي جاي في درجات الحرارة، وكمان كتل هوائية صحراوية ممكن تؤدي لإثارة الرمال والأتربة. فعشان كده احنا مهم جدا في فصل الربيع نتابع النشرات الجوية بصورة يومية. الربيع معروف دايما بتقلبات الجوية الحادة والسريعة والتغير الكبير في خرائط الجو، معروف كمان بوجود رياح الخمسين او الاتربه والرمال المسيره. انا كنت لسه هسال حضرتك دلوقتي عن رياح الخمسين اللي معروفه من اول 21 مارس ومكمل معانا بقيه فصل الربيع، كلميني عن النصايح اللي ممكن تنصحيها للناس علشان يتفادوا الحساسيه اللي ممكن يتعرضوا لها او خلافه من رياح الخمسين. هو طبعا مهم جدا ان احنا نتابع النشره الجويه، يعني متابعتي للنشره الجويه بصوره يوميه تخليني اعرف ايه الظواهر الجويه اللي ممكن تبقى موجوده وتاثر عليا وابدا اتفاداها بشكل كبير. بعد كده طبعا لو في اي اتربه ورمال مصاره فهيكون مهم جدا لمرضى الحساسيه الضرائيه والجيوب الانفيه والجهاز التنفسي، مهم جدا ان احنا يعني واحنا خارجين نرتدي الكمامات، ده ضروري جدا واحنا خارجين نرتدي الكمامات. ومهم كمان لان الاتربه والرمال المصاره ممكن تاثر على الرؤيه الافقيه، كمان مهم جدا تكون القياده بهدوء تام اثناء وجود اي ظاهره جويه ممكن تاثر على الرؤيه الافقيه. ذروه رياح الخمسين امتى؟ هي مالهاش ذروه معينه، يعني هي لها ان هي بتبقى موجوده معانا في شهر 3 شهر 4، كمان ممكن تبقى موجوده معانا في شهر 5، لكن هي مالهاش مده معينه ممكن تحصل فيها، وممكن كمان تتكرر كذا مره في فصل الربيع. يعني مش معنى ان هي جت مره واحده او اثرت علينا الاتربه والرمال المصاره مش معناها ان هي مش هتحصل تاني، لا، وارد جدا تكرارها كذا مره في فصل الربيع، لان احنا معظم الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا في فصل الربيع بتكون كتل هوائيه صحراويه، مجرد ما سرعات الرياح بتزيد بتتحول دايما لاتربه ورمال مصاره وبتاثر في معظم محافظات الجمهوريه. فعشان كده احنا بنقول مهم ان احنا على مدار فصل الربيع كله متابعه يوميه للنشرات الجويه، حتى كمان لو في استقرار في الاحوال الجويه، لان وارد تغير في خرائط الطقس من يوم للتاني في فصل الربيع. وكمان طبعا نوعيه الملابس في الفتره دي احنا بناكد دايما بلاش الملابس الصيفيه بشكل كامل، خاصه لو احنا بنخرج بعد المغرب لحد فتره الصباح الباكر، الوقت لسه فيه بروده، حتى لو احنا خففنا فتره النهار وده طبيعي الناس بتخفف مع وجود اشعه الشمس والدفء اللي بتحسه، يبقى فترات الليل دايما عارفين ان الملابس تكون ملابس شتويه خفيفه، معانا جاكيت خفيف واحنا خارجين في الفتره دي تجنبا طبعا نزلات البرد. طيب بما ان النهارده في نشاط للرياح، هل ده هياثر على يعني حركه الملاحه البحريه بشكل او باخر؟ لا الحمد لله مش هيؤدي لاضطراب حركه الملاحه البحريه، نشاط الرياح فقط هيحسسنا بالبروده وانخفاض قيم درجات الحراره ويلطف الاجواء، لكن ارتفاع الامواج على البحر المتوسط والبحر الاحمر لا يتجاوز 2 متر ويكون ما بين 1.5 ل 2 متر، والبحرين هيكونوا مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. بس مهم ناخد بالنا لو احنا رحنا للشواطئ خاصه ان احنا في فتره اجازه ناخد بالنا بلاش التعمق داخل البحار، لان دايما سرعات الرياح بتزيد داخل عمق البحر بتختلف السرعه وارتفاع الموج عن الشاطئ، فناخد بالنا بس ونكون بحذر شديد عشان نستمتع بالاجواء بشكل انا كنت لسه هسالك ايه اكتر الاماكن او المحافظات اللي ممكن نخرج فيها النهارده، خصوصا ان خلاص بكره الناس هتبتدي رسمي تنزل اشغالها. احنا طبعا يعني بنقول ان المحافظات الساحليه ان كان المطلة على البحر الاحمر او المطلة على البحر المتوسط اجواءها ممتعه بشكل كبير، نقدر ننزل البحر ما فيش مشكله جدا، بس احنا دايما المناطق المطله على البحر الاحمر درجات حرارتها بتكون اعلى من المطله على البحر المتوسط، هنلاقي متوسط درجات حراره في شرم الشيخ والغردقه ما بين 29 ل 30 درجه مئويه، فده هيكون مناسب جدا لو احنا حابين ننزل البحر. فترات الليل كمان ما فيش البروده زي المناطق المطله على البحر المتوسط، لان فتره الليل الاجواء الصغرى فتره الليل ما بين 18 ل 20 درجه مئويه، اجواء لطيفه بشكل كبير. ايضا نقدر نستمتع بالاجواء في المحافظات المطله على البحر المتوسط، لكن هنكون حذرين من البروده اللي هنلاقيها فتره الليل، خاصه لو في نشاط للرياح فتره الليل خلينا نحس بالبروده. خليني اسالك اخر حاجه، انه المحافظات الحدوديه الاجواء فيها بتبقى عامله ازاي، خصوصا ان بيبقى فرق درجات الحراره الصبح والليل بيبقى لحد ما كبير.
احنا في الفترة دي في الوقت ده من السنة احنا عندنا استقرار طبعا في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، ويمكن المحافظات الحدودية الأول الجنوبية زي الأقصر وأسوان، المناطق الموجودة في جنوب البلاد أجواءها مستقرة بشكل كبير، لكن طبعا هنحس فيها بارتفاع قيم درجات الحرارة، لأن قيم درجات الحرارة فيها بتبقى مرتفعة طبعا عن المناطق الشمالية اللي بتتجاوز ال 34 درجة مئوية في الأقصر وأسوان. فترات الليل بيكون بقى فيها انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحراره، لان اغلب الكتل اللي بتاثر بتبقى كتل هوائيه صحراويه. فتره النهار دفء كبير وارتفاع في الحراره، وفترات الليل بتبقى بروده وبروده بشكل كبير. المناطق الحديه في المطله على البحر المتوسط ان كان طبعا من المنطقه الغربيه او المنطقه الشرقيه اجواءها ممتعه تماما فتره النهار وفترات الليل، لكن دايما النصيحه المهمه البروده فتره الليل دي اللي نخلي بالنا منها تجنبا طبعا لنزلات البرد. طيب الرطوبه احنا من خلال الظواهر الجويه اللي بنتعرض لها النهارده، الرطوبه ممكن نحس بيها شويه ولا مش هنحس بيها في الاجواء دي؟ هي طبعا مش هنحس بيها بشكل كبير، لان رطوبه فصل الربيع بتكون منخفضه، عشان كده ما بنحسش بيها بالشكل الكبير. مصادر الكتل الهوائيه معظمها بيكون مصادر الكتل الهوائيه صحراويه، فمش هتحس بوجود الرطوبه، خاصه كمان ان احنا قلنا في الاول ان احنا هيكون معانا نشاط في رياح، ده بيساعد ان احنا ما نحسش بوجود الرطوبه بشكل كبير في فصل الربيع او في اي وقت. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره اللي العظمى فيها 28 والصغرى 17، العاصمه الاداريه 28 16، اسكندريه 23 15، والعلمين 23 14، ومطروح 22 14، ودمياط 23 16، بورسعيد 23 16، اسماعيليه 29 15. السويس العظمى فيها 29 والصغرى 16، العريش 25 14، كاترين 23 10، وطابة 26 16، حلايب 29 22، وشلاتين 31 20، شرم الشيخ 31 21، الغردقة 31 20. الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 15، بني سويف 30 15، الوادي الجديد 34 16، وأسيوط 31 15، سوهاج 33 17، وقنا 35 18، الأقصر 35 18، وأخيرا أسوان 35 19. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، وعلى طول هنروح لباسانت ومحمد نكمل معاهم فقرتنا. شكرا ليك يا لميا. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع مع بعض أبرز وأهم الأخبار والأحداث المقرر حدوثها اليوم، واللي هنتابعها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتواصل هيئة السكة الحديد تشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتشغل هيئة السكة الحديد قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1949 من أسوان للإسكندرية، وتستمر هيئة السكة الحديد في تشغيل عدد إضافي من القطارات طوال فترة العيد وحتى يوم 20 إبريل من الشهر الجاري، وبيستمر تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1940 من القاهرة لأسوان حتى يوم 18 إبريل 2024. النهاردة هتبدأ الرحلات المكثفة لعودة المعتمرين المصريين اللي أدوا مناسك العمرة خلال شهر رمضان، وبتشير الإحصائيات إلى أن عدد الذين أدوا المناسك خلال الشهر الكريم تجاوز 100,000 معتمر. وتسير شركات الطيران المصرية والعربية الناقلة لرحلات العمرة رحلات طيران إضافية لعودة المعتمرين المصريين لاستيعاب الأعداد المسافرة من الأراضي المقدسة لمصر، ومنع أي تكدسات قد تحدث بالمطارات السعودية. ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران 374 رحلة جوية لنقل 81,797 راكب من مطاري جدة والمدينة المنورة لأرض الوطن، وده خلال الفترة من 8 ل 22 إبريل الجاري. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع 6 مباريات قوية في إطار الجولة 32 من عمر المسابقة، من أهمها مباراة نيوكاسل يونايتد مع توتنهام في تمام الساعة 1:30 الظهر، ومباراة مانشستر سيتي مع لوتون تاون الساعة 4 العصر، ومباراة بيرنموث مع مانشستر يونايتد في تمام الساعة 6:30 مساء. النهاردة العشاء الكرة الأسبانية أيضاً موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 31 من عمر المسابقة، هيلتقي أتلتيكو مدريد مع جيرونا في تمام الساعة 2 ظهراً، في تمام الساعة 4:15 عصراً هيلتقي رايو فاليكانوا مع خيتافي، وفي الساعة 6:30 مساء هيلتقي ريال مدريد مع ريال مايوركا، وفي تمام 9 ليلاً هيلتقي برشلونة مع قادش.
طب نروح مع حضراتكم لمحافظة الإسكندرية اللي شهدت تحديدا حديقة الحيوان فيها إقبال كبير جدا وملحوظ خلال أيام عيد الفطر المبارك، زيادة كبيرة جدا في نسب التوافد مقارنة بالعام الماضي بصورة ملحوظة. وصل عدد الزائرين لحديقة حيوان إسكندرية في أول يومين بس في العيد ل 45 ألف زائر. طبعا رقم كبير جدا يا محمد. يمكن اللي ساعد على كده كمان ان الحديقه بتتميز بكونها رحله ترفيهيه بتناسب كل افراد الاسره، سعرها كمان مناسب جدا، ويمكن العامل المساعد التاني كان استقرار حاله الجو في عروس البحر المتوسط. خلونا نعرف تفاصيل اكتر. معانا دلوقتي عبر الهاتف الدكتوره امينه فتحي مدير حديقه الحيوان بالاسكندريه. صباح الفل عليكي وكل سنه وحضرتك طيبه. صباح النور، كل سنة وانتم طيبين. من محافظة الإسكندرية. يعني احكي لنا كده يا دكتور، مظاهر الاحتفال في الحديقة كانت عاملة ازاي خلال أيام العيد؟ هو طبعا حديقة حيوان الإسكندرية كانت بتعتبر طبعا تاني حديقة على مستوى حدائق مصر كلها، وطبعا بعد حديقة الجيزة ما يعني تم غلقها عشان انها تتجدد وترجع حديقة جميلة جدا زي ما هي كانت متعودة، فأصبحت الحديقة اللي على طول التانية المفتوحة هي حديقة اسكندرية. فروادها ذاته جدا جدا، وخصوصا في رحلات اليوم الواحد. في رحلات اليوم الواحد دي بتبقى من المحافظات المجاورة للإسكندرية. فإحنا في أول يوم استقبلنا حوالي 11 ألف، وطبعا بتبقى في أول يوم معروف في الأعياد بتبقى هي زيارات أسرية للأسر، كل واحد بيبقى لسه يعني ما بينزلش يعني يتفسحوا، فبيبقى بس إيه مثلا زيارات الأسر مع بعضها. عشان كده تاني يوم كانت الحديقة استقبلت 34 ألف زائر، وثالث يوم كان 39 ألف زائر، يعني ما يعادل في الثلاث ايام حوالي 84 ألف زائر. جميل، ده رقم مهم جدا. طب عايز دكتوره امينه، يعني رحلات حديقه الحيوان دايما رحلات جميله جدا، ولما نستدعي كده من الذاكره وايام الطفوله لما نروح حديقه الحيوان بيبقى يوم جميل ومختلف. ايه الخدمات جداً اللي بتقدموها حضراتكم لرواد حديقه الحيوان عشان يقضي الشخص مع اسرته يوم جميل ومختلف؟ ايه الجديد؟ احنا اهم حاجه عندنا ان احنا بننتهز مثلا فرصه ان احنا في رمضان ويبقى الاقبال قليل، لان برضو الصيام مش بيخلي الناس كتير قوي بتبقى تيجي، بيبقى رحلات صغيره جدا او التوافد يعني قليل. نستفيد احنا في الشهر ده ان احنا بنعمل عمليه صيانه تطوير لجميع او تطوير صيانه وتطوير وكل وبنجيب بنعمل عمليه نقل للحيوانات الجديده. طبعا كل ده بتبقى تحت منظومه، المنظومه دي تحت طبعا وزاره الزراعه، رئيس الهيئه الدكتور ايهاب صابر، ورئيس اداره مركزيه الدكتور امل محروس، ودكتور محمد جلال مدير عام الحدائق. والصراحه السنه دي قاموا بحاجه مختلفه تماما، لان كانت في الحدائق الاقليميه مثلا نوع في عنده ذكور بس، والنوع الثاني موجود في حديقه ثانيه فيه اناث، فكانوا قالوا لا احنا نعمل عمليه توافق عشان نحافظ على الانواع دي، او حد عنده زياده في نوع وحديقه ثانيه ما عندهاش، فاحنا نعمل عمليه تبادل وتوافق بين الحيوانات. النفع بقت جميله جدا، فاصبحت الحدائق الاقليميه كلها فيها انواع جديده وفيها يعني وطبعا المحافظه على النوع نفسه من الانقراض. فكل حتى الحدائق كل الحدائق الاقليميه بسم الله ما شاء الله السنه دي يعني محققه ما شاء الله عدد زوار كبير جدا. طيب دكتوره امينه، هل تم ضم انواع جديده من الحيوانات خلال الفتره اللي فاتت؟ احنا ما كانش عندنا الاباقه، ما كانتش خالص موجوده في الحديقه. فصراحة أمدوا حديقة حيوان الأسكندرية بالألباقة، أمدوها بزيادة بحاجة من الزواحف زي الإجوانة والأصلة. جابوا لنا كان عندنا أنواع نوع من الطيور العنز، كان عدده صغير، جابوا لنا برضو نوع من اللي هم منه
اللي هو العنز، الطائر العنز، وجميل قوي، بيبقى مشهور بلونه وشكله الحلو. جميل. جابوا لنا نوع انواع جديده من القرود، فكل الحاجات دي حلوه، فبتبقى يعني وبتجذب كمان الجمهور اكتر. احنا شايفين حتى الصور على الهواء دلوقتي، صور مفرحه جدا لحديقه حيوان اسكندريه، يعني من اكبر الحدائق الحيوان الاقليميه طبعا بعد حديقه حيوان الجيزه. بنشكر حضرتك وكل سنه وحضرتك طيبه دكتوره امينه فتحي، مدير حديقه الحيوان بمحافظه الاسكندريه. لسه مكملين الفعاليات اللي يمكن تم حدوثها في عيد الفطر المبارك، وبيقولوا دايما الوقاية خير من العلاج. انطلقت مبادرة للتوعية بمخاطر وأضرار التدخين والإدمان في أيام العيد من خلال توزيع هدايا ولعب للأطفال مرتبطة بأضرار التدخين. كمان بيتم تنظيم رحلات نيلية للمتعافين من الإدمان، وزيارة معبد دندرة بمحافظة إنا في إطار برامج خاصة للمتعافين. نتعرف أكثر يا بسنت على تفاصيل مع الأستاذ مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. صباح الخير على حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. صباح الخير على حضراتكم يا فندم وعلى كل الساده المشاهدين الكرام. حابين نتعرف من حضرتك على ابرز الفعاليات اللي تم تنظيمها للتوعيه بمخاطر واضرار التدخين والادمان خلال ايام العيد. خلينا اقول لحضرتك، يمكن احنا بشكل عام يمكن على مدار العشر سنين اللي فاتوا الحقيقه كان في اهتمام كبير من القياده السياسيه بملف مشكله ومكافحه التعاطي في مصر، ويمكن الحقيقه يمكن صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي برئاسه الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن ورئيس مجلس اداره الصندوق، احنا بنشتغل على اكثر من محور، احنا بنشتغل على المحور الوقائي، وزي ما حضرتك اشرت ان احنا بننفذ برامج توعويه متكامله لحمايه ولادنا واطفالنا وشبابنا من تعاطي المواد المخدره. بالنسبه للاعياد والمناسبات دي بتمثل لنا اهميه كبيره ان احنا الحقيقه بننزل نوعي الاسر باليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وازاي لو لا قدر الله الاسره عندها ابن بيتعاطى مواد مخدره ازاي تتواصل مع الخط الداخلي لصندوق مكافحه وعلاج الادمان اللي هو 16023 للحقيقه للحصول على كافه الخدمات العلاجيه لاي مريض ادمان مجانا وسريه تامه. ايضا احنا بننفذ برامج توعويه لاطفالنا والنشأ الحقيقه، وده لرفع وعيهم بخطوره التدخين، وده من خلال العاب وورش حكي كلها مرتبطه باضرار تعاطي المواد المخدره، وكلها لتنميه مهارات الطفل لرفع وعيه بخطوره التدخين وتعاطي وادمان المواد المخدره. احنا ايضا الحقيقه كمان عندنا برنامج في غايه الاهميه بنصحح المفاهيم المغلوطه لدى شبابنا عن تعاطي المواد المخدره، زي ان الحشيش مش ادمان، زي ان المخدرات بتساعد على تنشيط الذاكره، على نسيان الهموم، وكتير من المفاهيم الخاطئه. والحقيقه المفاهيم المغلوطه دي ما جاتش من فراغ، لان احنا لما بنحلل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الداخلي لصندوق مكافحه وعلاج الادمان اللي هو 16023، احنا بنشوف ايه ابرز العوامل الدافعه للتعاطي، بنلاقي منها حب الاستطلاع والتجربه اللي مرتبطه بالمفاهيم المغلوطه اللي اشرت لحضراتكم عليه. عشان كده احنا عندنا برنامج الحقيقه وقائي بننفذه في الجامعات المصريه، وبننفذ مبادره اسمها مبادره خدعوك فقالوا. هدف المبادره تصحيح كل المفاهيم المغلوطه اللي اشرت لحضراتكم عليها لدى شبابنا وطلابنا في الجامعات. احنا يمكن على مدار الفتره اللي فاتت نفذنا اكبر برنامج وقائي لتوعيه طلابنا في المدارس، خاصه المرحله الاعداديه والثانويه. البرنامج الوقائي كان بيعتمد على بث فيديوهات توعويه متكامله، الفيديوهات دي بتحكي رحله التعاطي وبتبرز الاضرار اللي هي بيتعرض ليها المتعاطي للمواد المخدره، سواء كانت اضرار نفسيه او صحيه، وبالتالي بنرفع وعي اولادنا بخطوره تعاطي المواد المخدره. ايضا استاذ مدحت، يعني عندي سؤال بس عشان ما نخرجش من النقطه دي، انا عايز اعرف من خلال دراستكم للمتقدمين للتعافي، الاعمار اللي بيبتدوا فيها استخدام المواد المخدره بتبقى من امتى؟ يعني بنشوف للاسف بعض الاطفال من سن 11 سنه بيبتدوا فعلا يشربوا سجاير. خلينا اقول لحضرتك، ويمكن سؤال حضرتك يعني في غايه الاهميه، لان احنا الحقيقه لما بنحلل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن، احنا بنعرف ايه الفئات العمريه، بنعرف الفئات المستهدفه، بنعرف ابرز انواع المخدرات انتشارا، بنعرف كل الحقيقه الدوافع الخاصه بالتعاطي، عشان لما نيجي نضع الاستراتيجيات والخطط
الوقائيه كلها تبقى مستنده على اساليب علميه. عشان كده كل الحملات الاعلاميه اللي احنا الحقيقه بنطلقها لتوعيد شبابنا كلها الحقيقه مستنده على اساليب علميه. وزي ما حضرتك اشرتي ان سن التعاطي بيبقى احيانا في سن مبكر، عشان كده احنا الحقيقه بننفذ اكبر برنامج وقائي زي ما اشرت لحضرتك بننفذه في المدارس في المرحله الاعداديه والثانويه. ويمكن على المدار اللي فاتت احنا نفذناه في اكثر من 9500 مدرسه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم. ايضا الحقيقه احنا عندنا البرامج التوعويه لاطفالنا بتبقى الحقيقه بتتماشى مع يعني اعمارهم المختلفه، زي البرامج اللي هي بتبقى للاطفال غير اللي بتبقى سن للشباب غير اللي في الجامعات، كلها الحقيقه خاصة بتاعة الأطفال بتعتمد على ورش حكي كلها مرتبطة بألعاب وأنشطة تفاعلية نقدر نرفع وعي أطفالنا بخطورة تعاطي المواد المخدرة. أيضا فيما يتعلق بالشق العلاج اللي حضرتك أشرت عليه وإن إحنا بننفذ كمان يعني أنشطة ترفيهية ورحلات للمتعافين، إحنا يمكن إحنا عندنا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بنتميز على مستوى الشرق الأوسط داخل المراكز العديمة التابعة للصندوق إن الخدمات العلاجية لا تقتصر فقط على سحب المخدر من المرضى، ولكن بتمتد إلى خدمات الدعم النفسي التأهيل الاجتماعي حتى لأول مرة. يمكن كمان خدمات التمكين الاقتصادي، وده يمكن اللي بتتميز به مصر ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن احنا بنعلم المتعافين حرف بيحتاجها سوق العمل، وده الحقيقة في إطار إعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع، وده الحقيقة بيساعدنا في الانتكاسة. يمكن احنا على مدار الفترة اللي فاتت دربنا أكثر من 4500 متعافي على حرف بيحتاجها سوق العمل داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة. أيضا أطلقنا مبادرة في غاية الأهمية بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعي إن احنا بنمول مشروعات للمتعافين، وده أيضا في إيجاد يعني مصدر رزق ليهم وإعادة دمجهم في المجتمع. أنا عايز أقول لحضرتك كمان فضل. احنا عندنا برنامج في غاية الأهمية وده يمكن بتكليفات مباشرة من القيادة السياسية لمعالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بننفذ برضو أيضا برامج توعوية متكاملة لأهالينا داخل المناطق المطورة بديلة العشوائيات زي الأسمرات زي بشائر الخير زي المحفوظة. يعني ده جهد يعني بجد تشكروا عليه ويستحق الإشادة. وبرة تانية بنكرر الرقم اللي حضرتك قلته، رقم مهم جدا 16023، اللي عنده أي مشكلة فيما يتعلق بالتعاطي ممكن يتكلم وبيتم الحفاظ طبعا على سرية البيانات لمعالجة المشكلة بشكل مباشر. يعني موضوع في غاية في الأهمية في الحقيقة، ومبسوطين أن طبعا أستاذ مدحت تكلمنا عنه بالتفاصيل. بنشكرك أستاذ مدحت وهب المستشار الإعلامي المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. مشاهدينا نسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز لأهم وآخر الأنباء مع لميا. تفضلي يا لميا. شكرا لكي باسنت. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تناول الاتصال تطورات الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. خلال الاتصال أكد شكري على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للامتثال لمسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، لا سيما من خلال التوقف عن استهداف المدنيين العزل وفتح المعابر البرية الحدودية بين إسرائيل والقطاع، بالإضافة إلى السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. في هذا الإطار يواصل معبر رفح فتح أبوابه لدخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة وإدخال أطنان المساعدات وصولا لاستقبال الجرحى. دوت سفارات الإنذار في مدينة سيدرات وبلدة أخرى في غلاف غزة، يأتي هذا فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف منطقة سكنية في الزرقاء وسط مدينة غزة، ما أسفر عن 5 شهداء على الأقل وإصابة العشرات. كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية مناطق برفح ومخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن شهداء ومصابين.
قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة جيمي ماكدوريك إن هناك مخاوف من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة بقطاع غزة، وذلك بسبب صعوبة الحصول على المياه النظيفة وارتفاع درجات الحرارة. شدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على ضرورة إيجاد طريقة في الأشهر المقبلة لتوفير إمدادات المياه في المناطق التي يتكدس فيها الفلسطينيون في الوقت الحالي. وصل المستوطنون الإسرائيليون الاعتداء على الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن المستوطنين أشعلوا النار في المركبات الفلسطينية في منطقة السهل بين بلدتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، وكان المئات من المستوطنين قد هاجموا بالأسلحة النارية قرية المغير وقتلوا شابا وأصابوا نحو 20 آخرين وأحرقوا منازل وممتلكات. تبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفا عنيفا على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف عدة نقاط مراقبة وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. من جانبه أعلن حزب الله استهداف موقع السماقة في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة، ما أسفر عن إصابات مباشرة. كما أعلن حزب الله قصف تلة الكارانتينا في الجليل الأعلى بالأسلحة المدفعية. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إيران من الإقدام على أي هجوم يستهدف إسرائيل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يتوقع أن يكون الهجوم الإيراني وشيكا. وأضاف بايدن أن طهران لن تنجح إذا قررت استخدام القوة ردا على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق. وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم إسرائيل والدفاع عنها. أكد رئيس مجلس السيادة اللبناني عبد الفتاح البرهان عدم استعداده للتفاوض مع قوات الدعم السريع طالما استمرت الحرب. وشدد مجلس السيادة السوداني في كلمة له خلال زيارته لمنطقة أم درمان العسكرية على التزامه بمنبر جدة وعلى ضرورة تنفيذ الالتزامات بموجبه. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. في بعض الأبحاث الطبية أكدت وجود علاقة قوية بين عدم تنظيف وغسل الأسنان وزيادة خطر الإصابة بالسرطان. ده هيخلينا دلوقتي في صباح الخير يا مصر نسأل ونستفسر، إيه علاقة عدم نظافة الأسنان وغسلها بالإصابة بالسرطان؟ موضوع مهم جدا بسنت، خصوصا أن بعض الأبحاث اللي اتعملت بتقول أنه وارد جدا الشخص اللي غير حريص على نظافة أسنانه يصاب فيما بعد بسرطان القولون. ايه مدى صحة الكلام ده علميا؟ وهل في امراض تانية ممكن يصاب بيها الشخص نتيجة الاهمال في تنظيف اسنانه؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا اللي معانا على الهواء وعلى التليفون دلوقتي، دكتور محمود سعدون استشاري طب اسنان الاطفال. بنقول له صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الفل. صباح الخير. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير استاذه بس، انت كل سنه وحضرتك طيبين ومصر كلها بخير يا رب دايما بخير. دكتور، حقيقي في علاقه ما بين عدم نظافه الاسنان والاهمال في تنظيفها بالاصابه بمرض السرطان؟ ممكن موضوع يوصل للاصابه بمرض السرطان لا قدر الله؟ والله هو اسباب العوامل الخطوره اللي بتؤدي الى سرطان منطقه الفم ومنطقه الوجه والفكين، يعني موضوع نظافة الأسنان ده جزء منها، إنما في أسباب كتير وللأسف هي بقت انتشرت في مصر في الآونة الأخيرة. وده موضوع يعني أنا أحييكم على اختياره إن احنا نتكلم فيه مبدئيا، إنه الأورام الوجه والفكين موضوع صعب، سؤال شائع في أي كلية في أي مكان، ليه هذه المنطقة في جسمنا الأورام فيها أخطر من غيرها؟ يعني الأورام كلها خطيرة وسيئة، بس ليه في منطقة الوجه والفكين خطورتها عالية؟ لأنه معدلات الوفاة فيها للأسف عالية قوي، وحتى علاجها صعب وينتج عنه تشوهات بتأثر على حياة المريض ونفسيته، حتى اللي بيتعالج منها للأسف الحياة يعني اللايف ستايل بتاعه بعد كده ما بيبقاش كويس وبيتأثر نفسيا جدا بالقصة دي.
فلذلك انصب بقى توصيات الجمعيه الامريكيه ودبليو اتش او وكذا منظمه على الوقايه في الموضوع ده بشكل كبير يعني. فمن ضمن ال احد هذه العوامل هي نظافه الاسنان، بس دي هتبقى يعني ممكن في اواخر الاهتمامات. فيما يخص موضوع الاورام بالتحديد، هو حاجه مهمه جدا طبعا، نظافه الفم والاسنان والاهتمام والفرشه والمتابعه وهكذا. ولكن خلينا نقول سريعا كده ايه هي الاسباب المشهوره وللاسف برضو بقت منتشره في مصر يعني. اتفضل. فهي اول حاجه التدخين. ليه التدخين ليه علاقه باورام منطقه الفم والوجه والفكين وكمان منطقه البلعوم والمريء والرئه؟ كل ده للاسف ليه علاقه مباشره بالتدخين، لانه التدخين بجميع انواعه، وعشان برضو احنا كل شويه بنتكلم في القصه دي يقول طب انا هغير لطريقه جديده من طرق التدخين اللي ظهرت، هي كلها في الاخر بالنسبه لنا واحده، هي حراره، هي غازات في مشبعب اول وثاني اكسيد الكربون، فيها بقى نيكوتين بنسبه عاليه او قليله، ده مش هو ده اللي هينقذ وهيخلي التدخين الجديد بالطرق الجديده يبقى اقل خطا. جديد عن ده انه في الحاجات الجديده للاسف بقى بينتج عنها حراره عاليه في بعض الاحيان. طيب غير التدخين ايه كمان يا دكتور؟ ده اول حاجه. تاني حاجه هي المشروبات الكحوليه. تالت حاجه وبرضه محاوله الهروب من التدخين لطريقه اسوأ منه فينتج حاجه اخطر، وهي التوباكو تشيوينج او الاقراص او لزقات او اكياس بتتحط في الفم كبديل للتدخين. يمكن ملاقه الحاجات دي للخد لفترات طويله اخطر من التدخين التقليدي. هيجي بعد كده الحاجات اللي هي مش منتشره قوي في ثقافتنا، هي السبايسي فود بطريقه عنيفه وبطريقه نفسيا تحسها غريبه، ان هو في بعض الثقافات بيخزنوا اعشاب وحاجات حاره مش موجوده في ثقافتنا دي قوي المشكله دي. ويجي في اخر العامل بقى هو تسوس الاسنان. طب تسوس الاسنان ممكن يودي للاورام؟ ممكن. هيودي ازاي؟ لما في اخر سايكل بقى في الموضوع، لما التسوس يصل للعصب ويعمل خراج مزمن ويترك لفترات طويله، ده ممكن يودينا لاكياس، لاورام، حتى الاورام الحميده للاسف في منطقه الوجه والفكين هي اورام مدمره، ممكن ما تنتشرش في الجسم كله بس بتهد وبتقتحم المكان المحيط بها، فبرضه بينتج عنها للاسف تشوهات كبيره. فاحنا خلاص فهمنا وادركنا انه العالم كله تركيز منصب الى علاج اورام منطقه الوجه والفكين صعب ونتائجه سيئه وبتاثر على نفسيه المريض، حتى اللي بيتعالج منه بيكمل، انما الحلول دايما هي في الوقايه. الوقايه في ايه بقى؟ تطلع الوقايه منين؟ تطلع من اول حاجه منع الاسباب اللي احنا شرحناها. طيب احنا كمان عايزه اتكلم عن غسل الاسنان على وجه الخصوص واهميته، لانه احنا يعني يمكن يعني ما اعرفش بس ممكن بعض الناس بتتغاضى عن المرحلة دي، تعملها زي سكيب كده، أو مرة في اليوم بنغسل سناننا بس بالفرشة والمعجون وخلاص على كده. هل أنا لما بتكلم على نظافة الأسنان بتكلم بس على استخدام الفرشة والمعجون، ولا بتكلم على الفلوس كمان؟ أيوة. بتكلم على المضمضة؟ بتكلم أيوة. على يعني حابين حضرتك توضح لنا إزاي أحافظ على الهيجين أو نظافة الفم من عدم استخدام طبعا اي انواع من التدخين، التنظيف المظبوط للفك للاسنان، احكي لنا نعمل ايه. طيب احنا برضو احنا هيحكمنا في النهايه ايه التوصيات اللي عملتها مؤسسات عالميه كبيره. يعني الكلام ده يخص الاطفال في المقام الاول والكبار كمان معانا. الأسئلة الشائعة اللي بنسألها كل يوم، يعني هل تنظيف الأسنان مرة واحدة زي ما حضرتك ما تفضلتي؟ لا، تنظيف الأسنان احنا بنتكلم في ثلاث مرات، مرة بعد الفطار، مرة قبل النوم، ومرة في نص اليوم. طيب المعجون هيبقى فيه فلورايد ولا ما فيهوش؟ عشان يمكن القصة دي يبقى فيها لا، لازم النقاش ده حسم من سنين انه لازم الفلورايد ده أساسي.
هنتكلم في تركيزات مختلفة. وإحنا في مصر يعني عندنا هبة، عندنا نعمة إنه مية النيل فيها نسبة من الفلورايد مخلينا مش محتاجين ناخد أقراط فلورايد زي ما بيحصل في بعض الدول في أوروبا مثلا. جميل. إن هم بياخدوا الفلورايد في أقراط تعويضا عن نقص في المية. أنت عندك المشكلة دي درست في التسعينات في القصر العيني، ووزارة الصحة درستها وعملوا اللجان، وخلصنا بأبحاث كثيرة في كل حتة في مصر إن إحنا مش محتاجين فلورايد خارجي. فهيبقى فاضل لنا بس مهمة صغيرة إن هي الفلورايد يبقى موجود في معجون الأسنان. هنقول في الأطفال، في الكبار فرق التركيزات مش كبير، لكن الشرط ده مهم جدا. طب دكتور انا عايز اسال حضرتك، احنا عندنا كده ثقافه يعني ما بين المصريين ما بنحبش نروح لدكتور السنان، ودايما بنستنى كده لغايه اللحظه الاخيره، لغايه ما نحس بوجع جامد جدا فبنضطر نروح لدكتور السنان. شايف الثقافه دي ازاي؟ وهل مهم جدا المتابعه الدوريه مع طبيب الاسنان كل فتره؟ مش لازم احس بالم في اسناني قبل ما اروح؟ اكيد اكيد اكيد. طيب احنا برضو يعني احنا اثرنا موضوع يعني مهم وخطير، موضوع الاورام وسرطانات الفم والاسنان، وبعدين دلوقتي بنقول زياره الطبيب ده فعلا واحده من اهم طرق الوقايه. طب. يبقى اذا احنا النهارده بنقول هنقعد نحكي للمريض اسباب ومشاكل ضخمه وكبيره، لا، هو خلاصه الامر لو المتابعه تمت زي ما الكتاب بيقول هيبقى انت عملت زي ايه، ما وقت الفتنه في مهدها. المتابعه دي بتكون يعني كل قد ايه يا فندم؟ كل قد ايه اروح لدكتور السنان؟ يعني بنقول في الاطفال اول زياره يجب الا تتاخر عن اول عام. دي اول قاعده. تاني نقطه، لما يكون معدل التسوس بتقديرك، ودي حاجه الدكتور بيحسبها، عالي عن رقم معين، يبقى الزياره كل 6 شهور. دكتور سريعا جدا، الاطفال اللي لسه عندهم سنه سنه ونص بقينا بنشوف تسوس في اسنانهم، ده سببه ايه؟ سريعا بالضبط. بس جدا ده التسوس المبكر اللي هو كان سابقا من كام سنه كانت الجامعات مسمياه تسوس الاسنان الناتج عن الرضاعه. يعني ده ممكن بعدين هنفرد له يعني حديث شيق جدا. انما نقول للام توصيه سريعه عشان نلحق، هي في المرحلة الخطيرة دي عمر سنة وسنة ونص وسنتين، الطفل بيبقى في مرحلة رضاعة أو فطام بحاجات مش صحية فيها ألبان، فيها سكريات عالية، عشان خاطر ينسى الرضاعة يبتدي يتحول إلى الأكل الصوليد أو الهارد. فإحنا هنا بنعمل حاجة سيئة جدا، إن الطفل عشان خاطر يعني نراضيه فينام في بقه اللبن أو الحاجة المسكرة اللي هو بيحبها. فايه مشكله النوم مع وجود لبن وسكر؟ دي كارثه. يعني انت الغدد اللعابيه كلها بتفصل افرازاتها، فهيحصل تسوس في اعنف صوره ممكن تشوفها في حياتك، مش هتشوفها في حد كبير. اللي هو التسوس المبكر ده لو الطفل عنده 20 ديس وتنه بدون مبالغه 16 منهم ممكن يصلوا الى العصب في غضون شهور قليله. حل وعلاج هذه الحالات لما الامور بتفلت هو يعني بيبقى تاهيل وعلاج وحشوات تحت البنج الكلي. طب نمنع ده ازاي؟ اهم نصيحه سريعه، قبل الطفل ما ينام مامته بتمسح اسنانه بفرشه صباع، او الحل الارخص العملي اللي انا بفضله انه يعني تعملها بشاش مبلول. يبقى قبل ما ينام مسحت كل اللبن والسكريات، يبقى احنا كده ايه يعني حلينا المشكله دي برضو. بس ميه وشاش مثلا، بس نمسح الاسنان. بالظبط، لانه هو في المرحله دي هو يعني اي حاجه يحطها فيها فلورايد او فيها حاجه من الحاجات بتاعت الكبار او الاطفال الاكبر سنا هيبلعها طبعا. فده مش مطلوب. فلذلك هي نصيحه واحده، هيرضع او هياكل هنمسح حتى لو راح في النوم، نقولها حتى لو راح في النوم بشاش مبلول وباستخدام مره واحده ونرميه، ويبقى احسن حتى من فرشه الصباع. تمسح وتلمع كويس جدا 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 كل اسنانه، حتى لو بنقول لها لو راح في النوم اعملي اللي تقدري عليه. واللي لسه سنانه ما طلعتش، الطفل اللي لسه بيسنن يعني برضه بتمسح اللثه. ما هو انت عارفه التسنين هيبدا من امتى؟ واحنا هنا ستارتنج من 6 شهور هو بيبتدي يسنن. لو اتاخر شهرين 3 4 هتتكلم في 7 في 8 في 9 شهور، يعني ستيل برضه لسه الطفل ما بدأش حتى الفطام، يعني لسه لسه الرضاعه مكمله بكامل طاقتها يعني. فدي مواضيع كبيره ومواضيع مهمه يجب ان احنا فعلا نلتفت اليها يعني.
بنشكرك طبعا دكتور محمود سعدون استشاري طب أسنان الأطفال، كل الشكر ليك على هذه المعلومات القيمة. البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بيقدم العرض الغنائي الاستعراضي قمر الغجر اللي انطلق من أول أيام عيد الفطر المبارك على خشبة مسرح البالون. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن هذا العرض المسرحي. اللي بيحصل في العرض انه في علاقة حب ما بين اتنين طلبة جايين من المدينة يعملوا مشروع التخرج بتاعهم، فبيتعرفوا على بنتين من الغجر استاذ منى وليد واستاذ وفاء السيد، وبينشأ بينهم قصة حب، فبيدور احداث الرواية على من هذا المنطلق بس. وبعد كده بيبقى بيحصل بقى مشاكل كتير، والغجر مش بيرضوا يجوزوا بناتهم لأي حد من المدينة براهم، وبتحصل بقى أحداث كتير جميلة. ومش عايز أحرق لك العرض عشان تشوفه. الرسالة اللي بنقول يعني إن مفيش حتة إن يبقى في حد غني وفي حد فقير، في حد ابن وزير وفي حد من تحت، لا، المهم إن الحب هو اللي بيخلي بيصنع إن الإنسان يذوب الحاجة دي خالص، ومبقاش في ما بيننا فروق ما بيننا من بعضينا. فبنقول لهم يعني شوفوا الحاجة ديت، وإن الغجر كمان ليهم لغة وليهم تقاليد وليهم حاجات، بس مع الحب ومع الحاجات دي بتذوب الحاجات دي كلها. انا هقول لك، هو العرض بتاعنا عرض حلو قوي. اولا هو فانتازي عاليه جدا، وفي ميكس كده حلو قوي ما بين الدراما والكوميدي والاستعراض والغنى، ودي حاله حلوه قوي على المسرح، مش هنعرفها الا لما نشوفها. فدي ده مبدئيا العرض بتاعنا كده. بنشخص بقى في ضمن الحاجات الغجر ونوعياتهم اللي موجودة، وهم بيمثلوا قد إيه حوالين العالم، وموجودين إزاي وبالشكل إزاي، فبتدي معلومات عن النوعية ديت اللي هم الغجر. فكرة حلوة قوي بين العلاقات ما بين الغجر والصيادين وطلبة الجامعة. أنا طبعا بعمل أستاذ الجامعة، باخد طلبة معايا بنروح نعمل دراسة عن الغجر وعن الصيادين. وبعدين في مزج ما بين الثلاث ثقافات المختلطة دي. بيحصل إن شاب جميل كده من فنون جميلة جاي يعمل مشروع تخرج، ويفاجأ إن فتاة أحلامه حبيبته اللي هو بيتخيلها وبيحلم بيها موجودة من الغجر، وقانون الغجر ممنوع إن البنت تتجوز من خارج القبيلة. فهي دي المشكلة اللي حصلت وبدأت المشاكل فيها ده. عايز يوصل رسالة ان ما عادش فيه طبقية، وما عادش فيه احنا غجر وانتو مصريين واحنا بدو وانتو فلاحين، كلنا اولاد مصر وكلنا نسيج واحد، ونتجوز من بعض ونعيش مع بعض، ما فيش القوالب والعزلة بتاعت زمان دي. الحمد لله كل يوم عن التاني العمل بيزداد ترابط، والناس بتبدع يوم عن التاني. تعرف عمل المسرح امبارح غير النهاردة. العمل الحمد لله لقى قبول من الجماهير، وبتجينا ناس كتير، واحنا بنطمع ان العمل ده يستمر ويجوب محافظات مصر الايام القادمة. مزج الدكتور عامر الدوارة عمل مزج بين المسرح وبين السينما، ده دليل ان عمل شاشة، فما شاء الله يعني احنا تعبنا بس ما شاء الله عليها لإقبال. عرض مميز على مسرح البالون، تحية لكل القائمين عليه ودكتور عمرو دوارة المؤلف المسرحي. مهم جدا من خلال الفن والمسرح نعرف كده عادات وتقاليد فئات مختلفة من مجتمعنا زي الغجر، حياتهم ازاي بيعيشوا، ازاي بيندمجوا مع أطياف المجتمع. فجميل جدا ان يبقى في رسالة فنية مهادفة في العيد، زي ما في كده سينما جميله وفي افلام كتير نزلت في العيد، كمان في مسرح، كمان البيت الفني للمسرح الحقيقه بيقدم مسرحيات هادفه وجاده اليومين اللي فاتوا، محتاجين نشوفها ونتابعها. يعني في الحقيقه مجهود كبير لسه شايفينه واحنا دلوقتي، واكيد اكيد متابعين يعني مسرح البالون هيهتموا ان هم يشوفوا هذا العرض المشوق جدا. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقيه فقراتنا، خليكم معانا. عليه أفضل الصلاة والسلام.
صيام الستة البيض، في ناس كتيرة بتكون حريصة على صيامهم بعد عيد الفطر على طول، والبعض بيصوم من بعد تاني يوم إفطار، ويمكن في البعض الآخر يعني زي حالاتي كده يمكن مستني أجازة العيد تخلص عشان بيبقى في تجمعات في البيوت طبعا، والناس بتحب ان هم او العائلات بيحبوا ان هم يتغدوا مع بعض، ياكلوا حاجه ويشربوا حاجه في التجمعات العائليه. لكن فضل صيام الستة البيض ايه هو، وهل يجوز الجمع بنيه صيام الستة البيض وايام صيام رمضان؟ اسئله كثيره بس انت هنسالها ونعرف من ضيفنا الكريم اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، دكتور محمد طنطاوي امين الفتوى بدار الافتاء المصريه، عن فضل ايام الست البيض وكمان ليه اسمها الست البيض. ده سؤال مهم جدا. في البدايه نرحب بمولانا منورنا وشرفنا، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد واستاذه بسنت، يعني انا ببقى سعيد جدا لما بكون مع حضراتكم ومع كل المتابعين لصباح الخير يا مصر. اسعد ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تعرفنا بها اياه وعلى اله حق قدرك ومقدارك العظيم. وبعد، الستة من شوال دي من الايام المهمه جدا جدا للانسان يجب عليه ان يغتنمها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكانما صام الدهر كله. يعني ايه صام الدهر كله؟ احنا عندنا حديث في صحيح مسلم بيقول الحسنة بعشر امثالها. فاحنا عندنا رمضان 30 يوم. ف 30 يوم لما نضربهم في 10 بقى 300. وعندنا 6 ايام يعني ب 60 يوم بشهرين، يبقى احنا كده عندنا 360 يوم، هي السنة كاملة. وعندنا فيها نص النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر بعشرة اشهر وصيام ستة ايام بشهرين، فمجموعها سنة. طيب في النقطة دي بس قبل ما نتكلم عن الفضل، سر التسمية ليه اسمها ست من شوال هي ست البيض؟ نعم، هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان هي اسمها الست من شوال. لكن الست البيض ده العلماء أخذوها تغليبا من الغرة، يعني غرة الشيء هي البياض الذي يكون في وجهه، زي غرة شهر المحرم، غرة شهر شوال هي بداية الشهر. فلما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أتبعه بست من شوال، فقالوا لو صامه مباشرة بعد أول يوم العيد، يعني طبعا أول يوم العيد ما ينفعش نصومه لأنه هو يوم أكل وشرب وفرح ومعايدة، ده بالنسبة لكل الناس بيفصل به الإنسان بين صيام رمضان وبين أي صيام آخر زي الست من شوال أو غيرها، أو بالنسبة للمرأة صيام القضاء الذي عليه. فلما كان يأتي هذا الصيام في غرة الشهر قالوا، والغرة معناها البياض، فقالوا هي الست البيض، يعني اتباعا للغرة أو اتباعا للبياض الذي يكون في وجه الإنسان، زي ما حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبه إن أمته يوم القيامة سيأتون غرا محجلين، يعني في وجوههم بياض من الوضوء أو من أثر الوضوء. طيب الفطر في رمضان بسبب يعني مريض أو على سفر، ايا كان سبب يعني افطاره ايه هو، وحابب ان هو يعوض الايام دي وفي نفس الوقت هو عايز يصوم الست ايام البيض، هل يجوز ان انا اجمع ما بين فضل صيام الست البيض وما بين قضاء الايام اللي كانت عليا؟ نعم طبعا، اثنين وخميس مثلا. تمام، يعني ربنا سبحانه وتعالى وسع علينا جدا في مسألة الأجر، فيعني بيعطينا الأجر من يعني قليل العمل. العلماء قالوا طبعا الأفضل إنه يقضي الأيام اللي عليه، ويعني يقضي الأيام اللي عليه لوحدها ويصوم الست من شوال لوحدها. طيب لو إحنا عندنا شخص عاوز يجمع النيتين، فقالوا ما فيش مانع أن تندرج نية النفل في نية الفرض، يعني الأصل إن الإنسان ينوي إيه؟ قضاء الفرض الذي عليه، لأن ده الواجب اللي عليه، ويدخل في نية الفرض اللي عليه ده نية النفل. وممكن كمان يعني الله عز وجل رحمته واسعة وأجره عظيم وواسع الفضل وواسع الكرم، فيحصل إيه؟ يحصل إنه لو وافق صيام الأيام اللي عليه للست من شوال، ووافق اثنين وخميس، ووافق الأيام البيض اللي هي 13 و14 و15، يعني نحتسب أن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجر هذا أو هذه الأيام جميعا. هل في أيام محددة، وهل شرط التتابع في الأيام والفضل بيكون مختلف لما أصوم الست أيام متتابع، يعني بشكل متتابع متصل، ويفرق عن لما أصوم الأيام بشكل متقطع خلال الشهر؟
لا، هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أتبعه بست من شوال، يعني ما فيش يعني قيد يقول إن إحنا لازم نتتابع في مسألة الصيام. إن استطاع الإنسان أن يتابع الصيام فلا مانع، وإن لم يستطع له أن يفرق الأيام. العبرة أن يكون الست في شوال، يعني من بداية شهر شوال إلى نهاية أي ست أيام، أي ست متفرقين. أيام متفرقين، مجتمعين، موافقين لاثنين وخميس، موافقين لثلاثة يعني عشر ما فيش أيام محددة. لا، ليس لها أيام محددة، ولكن يمكن للإنسان أن يفرقها كيفما شاء وكيفما أراد. ويعني بالإضافة كمان أنه بالإضافة لعدم التتابع، يعني عدم اشتراط التتابع، قالوا أن الست من شوال دي كأنها نافلة تأتي بعد الفرض. مش احنا عندنا الصلاة ليها سنة قبلية وسنة بعدية. والسنة القبلية اللي احنا كنا بنتكلم عن صيام أيام شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها، وثم يأتي بعد صيام رمضان صيام شوال. الست من شوال. طب ليه؟ العلماء قالوا معاني جميلة جدا، منها أن علامة قبول الطاعة هي أن تأتي الطاعة بعدها. يعني الإنسان يعرف إزاي أن ربنا سبحانه وتعالى قبل طاعته في صيام رمضان، أن يوفقه إلى الطاعة، وهو الصيام من جنس العمل في رمضان، فوفقه إلى الطاعة بعدها. فده دليل على إن شاء الله رمضان بالنسبة له مقبول، وإنه عمله في رمضان مقبول. بالإضافة إن الصيام الذي قبل رمضان في شعبان، والصيام الذي في شوال، يأتي ما قبله تمهيدا له، وما بعده شكرا عليه وتأكيدا عليه، وجبرا للخلل الذي ربما يقع إلى الصائم. لأن ما فيش حد في الصيام يعني بيبقى يعني دقيق 100%، ممكن ربما تعتري نظرة، تعتري كلمة، يعتري بعض التقصير. فربنا جعل السنة القبلية من الصيام والسنة البعدية من الصيام كما يحدث في الصلاة، فيحدث الجبر لما يكون خللا في شهر رمضان. طيب ازاي الانسان يقدر ان هو يغتنم اكبر فرصه للثواب في هذه الايام؟ يعني ايه اللي انا محتاجه ابقى بعمله عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني صالح الاعمال؟ اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى، ان يكثر من اعمال الصالحه، يعني ان يداوم على قراءه القران، ان يكثر من الصدقه، ان يكون عفيف اللسان، ان يكون عفيف النظر، وهكذا. ويعني دي من الامور المهمه التي يجب على الانسان أن يتبعها في صيامه لست من شوال. بالإضافة أن الست من شوال تأخذ حكم صيام رمضان. يعني لو واحد نسي وشرب، لأن دي معلومة ربما تكون عند بعض الناس، أنه لو شرب هل ده يجب عليه أن يعيد اليوم؟ لا، هو بيعامل صيام النفل كصيام الفريضة. كصيام الفريضة، نعم. نسي أكل أو شرب ناسيا، فعليه أن يتم صيامه. بالإضافة هل يجب عليه أن يبيت النية؟ نية الصيام قبلها، نية صيام النفل قبلها. الأفضل أن يبيت النية، ولكن عموما في النوافل إن لم يبيت النية فصيامه صحيح، شريطة ألا يكون قد أتى بمفطر أو بمبطل من مبطلات الصوم أثناء النهار قبل الصيام. طب من يريد أن يزيد من ثواب هذه الأيام المباركة في شوال، وأن يزيد من الصيام أكثر من ستة أيام؟ لا مانع، مفيش مانع. هو الأجر حصل والثواب تم بصيام الست من شوال. ما زاد على ذلك سيحسب له نفل. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم أيام كثيرة، الاثنين والخميس، الأيام القمرية، والأيام البيت 13 14 و15، الأيام المباركة يعني وقفة عيد الأضحى المبارك اللي هو يوم عرفة، كيوم عاشوراء. فله أن يكثر ما شاء، بشرط ألا يكون ذلك فيه يعني ضغط على نفسه، أو بيثقل على نفسه، أو في مشقة زائدة على نفسه، بس على نفسه. طيب يعني الإنسان اللي عايز يزود من الحسنات في شهر شوال، هل في حاجات تانية أقدر أعملها غير الصيام؟ صلة الرحم، كما ذكرنا، الصدقة. يعني فالصدقات هي من أفضل الأبواب، خصوصا في هذا الوقت الذي يعني يحتاج إلى التكافل المجتمعي، ويحتاج إلى أن نكون لحمة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بالإضافة إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن أفضل الأمور في هذا الوقت المبارك أن يكثر الإنسان من الصدقات من أجل أن يغني أخيه،
حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، يقصد أن يغني بعضنا بعضا، أن يعطي الغني الفقير من أجل أن يحدث له الإغناء فيدخل السعادة على قلبه وقلب من يعول. بنخرج من رمضان يا دكتور محمد وإحنا يعني مليانين بالأرواحنا كده بالأجواء الإيمانية الجميلة جدا، ودايما بيبقى في سؤال كل واحد بيسأله نفسه، إزاي أحافظ على هذه الطاعات اللي أنا قمت بها في شهر رمضان في باقي أيام السنة أو بعد شهر رمضان، أؤكد هذه الطاعة إزاي، إيه السبل لتأكيد هذه الروح الإيمانية اللي أنا بخرج بيها من رمضان؟ نعم، ربنا سبحانه وتعالى مدح هؤلاء الأشخاص حينما قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فلما طلب الله عز وجل منهم الإيمان بالرغم أنه حاصل يا أيها الذين آمنوا، وصفهم بالإيمان، فدل ذلك على أن الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويداوم على الطاعة فهو في محط نظر الله. فيجب على الإنسان إذا داوم على فيجب على الإنسان إذا كان مؤمنا أن يداوم على الإيمان، إذا كان صائما أن يداوم على الصيام، إذا كان متصدقا أن يداوم على الصدقة، فالمداومة عليها تكون بالإخلاص فيها. ويعني نذكر أن الطاعة إذا جرت الطاعة بعدها فدل ذلك على أن الإنسان قد قبلت منه الطاعة الأولى. فهنا إذا كان الإنسان صادقا في نيته، إذا كان الإنسان صادقا في عطائه، إذا كان الإنسان صادقا في إخلاصه، إن فعل العبادة، وهذه أهم خصيصة، إن فعل العبادة بحب داوم عليه. حضرتك لو بتحب شيء معين بتحب تداوم عليه ولا لا؟ طبعا. ولكن إذا أخذتها على سبيل التكليف، إنه تكليف وإنه صعب وإنه في مشقة وإنه في إلزام، هتجد أن نفسك بتنفر منه. بالإضافة أن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا لمعنى جميل جدا، قال إن الله لا يمل حتى تملوا. ونبهنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يجب عليه أن يصلي وقت نشاطه، في حديث السيدة عائشة لما وجدها تتكئ على حائط في المسجد أو على عمود من أعمدة المسجد فقال لها يا عائشة صلي وقت نشاطك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يجب عليه أن يتخير أوقات نشاطه ليؤدي العبادة، يجب عليه أن يؤديها بحب، فالأداء بحب يجعل الإنسان عنده نفسية منشرحة وروح منبسطة، بالإضافة أنه يجب عليه أن يؤديها بالقدر الذي يستطيعه ولا يؤديها فوق طاقته حتى لا يمل منها. وإذا امتثلنا هذه الأمور سهلت علينا الطاعة والعبادة. شفنا صورة كده على السوشيال ميديا انتشرت بشكل كبير، لوحة كده متعلقة على باب مسجد مكتوب عليها كان المسجد سعيد بوجودكم في رمضان فلا تهجروه بعد رمضان. نعم. يعني نصيحة حضرتك إيه لبعض الناس اللي يمكن يبقى عندهم وقت إن هم يروحوا يصلوا الصلوات في المسجد لكن بسبب طبعا الموبايلات اللي في ايدينا كلنا، يعني انا يعني الوقت اللي بيمر بسرعه فما بيعملوش كده، وبعد رمضان فعلا بنشوف للاسف عدد المصلين في المسجد قليل جدا. تقول ايه في الحته دي؟ طيب احنا نذكر ما ذكره حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من السبعه الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. يعني حضرتك تخيلي ان احنا في يوم القيامه هيبقى في سبع اصناف، منهم الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد سيكون في ظل الله سبحانه وتعالى. فهذه خصيصه عظمى لهذا الذي تعلق قلبه بالمساجد. وهذا لا يعني ان لو انا مش قادر اصلي في المسجد لظروف خارج عن ارادتي فانا يجب علي ان انا اروح ويبقى اتحمل العناء والمشقه، ابدا. ولكن الأفضل والأوفق والأصلح والأكثر ثوابا والأكثر منزلة عند الله سبحانه وتعالى أن يذهب الإنسان إلى المسجد، لأن فيها منافع كثيرة، منها صحبة الصالحين، منها التعرف على الأتقياء، منها أن الرحمات تتنزل، منها أن الله عز وجل يقبل العبادة على أتقى قلب رجل في هذا المسجد في أداء الصلاة. نفترض إحنا 10، فأكيد مش كلنا متساوون في درجة الحب أو الإيمان وفي درجة الصلة بالله سبحانه وتعالى، في حد أعلى، في حد أقل، في حد أدنى. فربنا سبحانه وتعالى بيقبل العبادة على أتقى قلب رجل في هذه العبادة، فدي أفضلية. وأيضا نرجع مرة ثانية نقول أن الذي لا يصلي في المسجد لظروف خارجة عن إرادته مع حفاظه على الجماعة، حضرتك في الاستوديو تصلي جماعة فخلاص حصل لك الثواب، طالما حضرتك لا تستطيع أن تذهب إلى المسجد، حضرتك في البيت وصليت مع أهلك
في الأمانة طالما حصل لك حصل لك الثواب. لكن احنا بنتكلم عن الشخص الذي عنده القدرة وعنده الاستطاعة ولا مانع يمنع سوى الكسل ولا يذهب، نقول له لا انت حضرتك بتضيع فضل عظيم طبعا. وثواب كبير قوي ان ربنا سبحانه وتعالى ينظر اليك. بالاضافه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله ويتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. مفيش اعظم ثواب وجزاء من ان تستظل بظل الله، يعني يوم الاخره ده اعظم ظل عرش الله. نعم. طيب من الفضائل الرمضانية الجميلة جدا والرحمات الرمضانية فكرة عمل الخير، هو شهر عبادة وشهر بنشوف فيه خير بنقدمه للضعيف ومساعدة الآخرين بشكل كبير. أنا شخصية المسلم هنا بعد انقضاء هذا الشهر، الاستمرارية على فعل الخير، إزاي ممكن أهيئ نفسي كشخص مسلم على ضرورة اتباع هذا العمل طوال السنة، وإيه النصائح اللي ممكن تقولها لنا؟ تمام. احنا بالنسبة لحضرتك انه الاستمرارية متعلقة بمدى اخلاصك، يعني حضرتك اذا نظرت الى اخلاصك في هذا الشهر ستجد ان الحكم ينسحب. يعني لو انا قضيت بس الهمة ساعات بتضعف شوية، يعني خلينا نتكلم انسانيا. نعم. ساعات الهمة بتفتر شوية بعد رمضان، ودي طبيعة البشر. لان الشخص لا يستطيع ان يسير على مستوى واحد من الايمان. لان الايمان يزيد وينقص. الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فاحنا نعمل ايه؟ وربنا سبحانه وتعالى خلق فينا كبشر فطرة يعني المعصية وفطرة المخالفة وفطرة الضعف والركون. إذا كان هذا يحدث مع أصحاب حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يشفقون على حضرة النبي من كثرة صيامه وكثرة قيامه صلى الله عليه وسلم. حتى إن سيدنا بلال أتى لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، وجد حضرة النبي واقف بين يدي ربه يصلي ويبكي، فيسأله: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ اسمع حضرة سيدنا النبي يقول له إيه، وهو من؟ هو أول شافع، أول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، بيده لواء الحمد، أول من يحرك حلق الجنة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو صاحب الشفاعة العظمى، هو صاحب كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى جعله هو الحبيب صلى الله عليه وسلم وفضله على كل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من ذلك انظروا إلى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقف بين يدي ربه جل وعلا يصلي ويبكي حتى بل لحيته وحتى بل حجره الشريف وحتى بل الأرض من شدة بكائه. فيسأله بلال: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ انظر إلى إجابة حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فيجب على الإنسان أن يؤدي شكر نعم الله عز وجل عليه، فقد خلق لك فيك من النعم ما لم تستطع أيها الإنسان أن تدركه. قال سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. خلق في الرأس سوائل أربع، خلق في العين مالح يحفظ العين أن تيبس، لو دموع العين دي ما كانتش مالحة العين تهبست ومش هتستطيع أن ترى. خلق في الأذن مر يحفظ دخول الحشرات، خلق في الفم عذب يسوغ به الإنسان الطعام، خلق في الفم لزج لكي يحفظها من دخول الغبار ومن الأمراض التي تصيب الإنسان. فهذه نعم خلقها الله عز وجل كي يحافظ الإنسان عليها ويؤدي شكرها. فإذا لم تستطع أن تؤدي العبادة لكونها مطلوبة بذاتها، أي أن الله طلبها منك لكونه سبحانه وتعالى استخلفك وجعلك خليفته في الأرض، فيجب عليك أن تؤديها شكرا للنعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك. ولا تنسى، فقد خلقك الله عز وجل من شيئين: قبضة من طين الأرض ركبك فيها، ونفخة من روح الله سبحانه وتعالى: ونفخت فيه من روحي. فيجب عليك أن تعلم أن أحدهما تغلب الأخرى، فإن غلبت روحك جسدك أو غلبت روحك القبضة الطينية فاعلم أنك سموت إلى أعلى الدرجات وارتقت روحك إلى أعلى المقامات. وإذا غلب جسدك والقبضة الطينية على روحك فاعلم أن النفس والهوى والشيطان
وهذه الأمور تتملك منك. صلاة التهجد وقيام الليل في شوال كمان هل مستحب طالما بيت نية الصيام؟ صلاة القيام وصلاة التهجد مستحبين طول السنة طبعا، لكن لو أنا في كل وقت لو أنا بيت نية الصيام في رمضان احنا بنصلي التراويح، التهجد، قيام الليل، فهل أنا مطلوب مني أن أنا أعمل ده لو بيت نية الصيام ولا بس مستحب؟ هو في كل الأحوال هذه سنن، يعني لما بنؤديها، ودايما أقول أن السنن تؤدى حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلي حضرتك مثلا لو في حد بيحب شخص وهو على طول بيذكره وبيفعل الأمور التي يحبها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلم علي أو صلى علي رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من يفعلها يكون في معية النبي صلى الله عليه وسلم وفي شفاعته، ويكون أكثر الناس قربا منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ونسأل الله أن يجعلنا من أقرب الأقربين إليه، وأن يجمعنا به بحضرته في الحياة وبعد الممات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بنشكر حضرتك دكتور محمد طنطاوي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كل سنة وحضرتك بألف خير، وبنشكرك على تواجدك معنا. كل الشكر لحضرتك. دلوقتي مشاهدينا نروح مع حضراتكم لموجز لآخر وأهم الأنباء، موجز التاسعة صباحا مع لمياء حمدين. اتفضلي لمياء. شكرا لك محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين. تناول الاتصال تطورات الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. خلال الاتصال أكد شكري على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للامتثال لمسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، لا سيما من خلال التوقف عن استهداف المدنيين العزل وفتح المعابر البرية الحدودية بين إسرائيل والقطاع، بالإضافة إلى السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. في هذا الإطار يواصل معبر رفح فتح أبوابه لدخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة وإدخال أطنان المساعدات وصولا لاستقبال الجرحى. دوت سفرات الإنذار في مدينة سيدي روتا وبلدة أخرى في غلاف غزة. يأتي هذا فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. أوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف منطقة سكنية في الزرقاء وسط مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط 5 شهداء على الأقل وإصابة العشرات. كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق برفح ومخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن شهداء ومصابين. قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة جيمي ماجولدريك إن هناك مخاوف من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة بقطاع غزة، وذلك بسبب صعوبة الحصول على المياه النظيفة وارتفاع درجات الحرارة. وشدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على ضرورة إيجاد طريقة في الأشهر المقبلة لتوفير إمدادات المياه في المناطق التي يتكدس فيها الفلسطينيون في الوقت الحالي. وصل المستوطنون الإسرائيليون الاعتداء على الفلسطينيين بمناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن المستوطنين أشعلوا النار في المركبات الفلسطينية في منطقة السهل بين بلدتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، وكان مئات المستوطنين قد هاجموا بالأسلحة النارية قرية المغير وقتلوا شابا وأصابوا نحو 20 آخرين وأحرقوا منازل وممتلكات. تبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفا عنيفا على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف عدة نقاط مراقبة وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان.
من جانبه أعلن حزب الله استهداف موقع سماقة في تلال كفر شبه اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، مما أسفر عن إصابات مباشرة. كما أعلن حزب الله قصف تلة الكارانتينا في الجليل الأعلى بالأسلحة المدفعية. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إيران من الإقدام على أي هجوم يستهدف إسرائيل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يتوقع أن يكون الهجوم الإيراني وشيكا. وأضاف بايدن أن طهران لن تنجح إذا قررت استخدام القوة ردا على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق. وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم إسرائيل والدفاع عنها. أكد رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان أن عدم استعداده للتفاوض مع قوات الدعم السريع طالما استمرت الحرب. وشدد مجلس السيادة السوداني في كلمة له خلال زيارته لمنطقة أم درمان العسكرية على التزامه بمنبر جدة وعلى ضرورة تنفيذ الالتزامات بموجبه. رحبت الولايات المتحدة بتشكيل مجلس رئاسي انتقالي في هايتي، مشيرة إلى أن هذا المجلس سيساعد في تمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة والنشر السريع لبعثة متعددة الجنسيات لدعم الأمن. وتشكل المجلس الرئاسي الانتقالي بعد أسابيع على مفاوضات سادها التوتر، وبعد شهر على إعلان استقالة رئيس الوزراء أريل هنري. وسيكون على المجلس إعادة إرساء النظام والاستقرار في بلد يواجه أعمال عنف تمارسها عصابات، كما يتعين على أعضائه أن يعينوا رئيسا جديدا للوزراء وأن يشكلوا حكومة جامعة. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنجدد صباحنا لحضراتكم مرة تانية، وصباح الخير يا مصر. الطفل الوحيد داخل الأسرة دايما بيكون ليه طقوس خاصة في التربية، طريقة معينة في التعامل. بنلاقي الأسرة دايما طول الوقت بتحاول تفهمه وتحسسه أنه مش وحيد، عشان ما يحصلش بعد كده بعض الأثار النفسية ويكون انطوائي وما يحبش يتعامل مع حد. إزاي نتعامل مع الطفل الوحيد داخل الأسرة عشان يكون طفل سوي نفسيا، علاقاته الاجتماعية جيدة مع اللي حواليه، ما يبقاش دايما لوحده ودايما شايف نفسه وحيد ومختلف عن زمايله. يمكن كمان بنسمع ساعات كتير عن الطفل الوحيد ان هو طفل اناني، لانه ما تعودش انه يشارك غيره او يشارك اخواته بسواء لعبه، لبسه، اكله، الحلويات اللي بتجيله، الحاجات دي كلها بتخليه طفل متعود ان هو ياخد الحاجه وتبقى ليه لوحده، حتى الحب اللي بياخده من بابا ومامته هو ليه لوحده. طيب هنعرف ازاي بقى الاباء والامهات يواجهوا المشاكل في تربيه الطفل الوحيد اللي ملوش اخوات، ازاي اخليه طول الوقت حاسس انه مش وحده، ازاي اخليه طول الوقت يعرف انه يشارك حتى لو مع قرايبه او مع زمايله في المدرسه، يشارك لعبه، يشارك معلومات، ويشارك حتى لو أكله. دكتورتنا اللي منورانا النهاردة في الاستوديو الدكتورة أمل شمس، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، هترد على كل هذه الأسئلة. صباح الخير على حضرتك. صباح السعادة والأعياد عليك وعلى مصر كلها. صباح النور يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة. يعني في البداية خالص، أعرف إزاي الأمهات والأباء إزاي إن هم يقدروا يواجهوا المشاكل اللي بتتعلق بالطفل الواحد، زي ما تكلمنا يمكن في الانترو عن طفل يمكن وحيد، يعني مش متعود انه يشارك زمايله في حاجه، مش متعود انه هو يبقى فيه حد بيشاركه حتى في العابه، فممكن يخلق منه يا اما طفل وحيد وانطوائي يا اما طفل اناني. ازاي يقدروا يتعاملوا مع الموقف؟ مبدئيا الطفل ابن بيئته، يعني اي حد فينا هو التربيه هي اللي صنعته، مش هو لوحده. ممكن اخلق طفل وحيد رغم ان له اخوات، والطفل الوحيد اللي هو فيزيكال فعلا هو طفل وحيد. ازاي؟ لو في اسره التمييز، ولد على بنات، انت احسن واحد فيهم، انت اجمل واحد، انت حبيبي، بنت على اولاد، انت حبيبتي وروحي والباقيين دول حاجه تانية. ده لو مجموع. انا عايزه هنا اثبت ان الطفل الوحيد ده اتجاه اسره، مش طفل فيزيكالي هو وحيد.
الطفل الوحيد بقى اللي فعليا وحيد، الاسره هي اللي بتصنع الانانيه اللي حضرتك قلتي عليها. انا في الاول بقول ايه، يا عيني اصل فلان ده لوحده فلازم نديله كل الحب، نلبيله كل احتياجاته، نعمل له كل حاجه هو عايزها عشان ما يحسش انه لوحده. التدليل الزائد، ابقى عماله البيله كل الاحتياجات، ده اسلوب خطا تربوي كبير جدا في المجموع وخاصه في الواحد في الاثنين، لانه بينشا طفل اعتمادي، طفل حاسس ان الدنيا سهله، وده اي يجي له بقى حاجه مع الوقت كده اي مشكله صغيره تلاقيه بينكسر نفسيا، لانه تعود ان ماما انا عايز كذا بتجيبه، طب احنا انا نفسي في حاجه فبجيبها. فلازم اعود الطفل ده على انه اولا ان يبقى احنا بنحبك، خلينا نقول ان قيمه الحب بالنسبه لكل الاطفال الوحيد والمجموع دي اهم قيمه في الاسره. صحيح. دي اهم قيمه، ان انا اشبع ابني او بنتي حب في بيته عشان اما يطلع بره ما يلاقيش زمايله بيقدروه اكتر من اسرته فينجذب ليهم. وارجع اقول لهم بيسمعش كلامي ليه؟ هو ليه دايما مش بيحب يقعد معانا؟ عشان هو لقى مع اللي بره اللي ما لقاهوش عندي. لازم الحب جوه البيت رقم واحد. ده يعني دي اول قيمه، لانه لو حب لو حس بحب امه ليه، حب ابوه، دفء المشاعر في البيت، هيسمعني، هيبقى في شعره كده بيني وبينه، حتى لو زعلان هيبقى في مسافه. هقول له ده ينفع، هقدر اوجهه، هقدر اعلمه، هقدر اقراه، اما يبقى متضايق من حاجه هيجي يحكي لي، لان احنا اساسا مسافه الحب سامحنا بكل العلاقات دي. طب دكتور امل، هل في مبرر نفسي في الحاله الخاصه بالطفل الوحيد؟ بعض الاهالي او الاباء والامهات بيبقى عندهم خوف زياده، وبيحسوا ان هو ربنا ما ادناش غير هذا الطفل فلازم اخاف عليه. هل ده مبرر انه يبقى في تدليل اكتر، يبقى في حب اكتر، لانه لم يرزق الا بهذا الطفل، فبالتالي نفسيا لازم يحافظ عليه، لازم يبقى عنده حاله خوف مستمر عليه في كل تحركاته وكل تصرفاته؟ هل ده نقدر نقول ان ده تبرير لسلوك التدليل الزائد في بعض الاحيان؟ هم بعض الاباء والامهات بيبصوا لانه يا عيني ده لوحده فيعملوا حاجه اسمها الحمايه الزائده. لا ما تروحش تطلع بره لحسن تحصل لك مش عارفه ايه او تقع او تتكسر. ليها حد صحي شويه او حد امن شويه الحمايه الزائده دي؟ لا لا طبعا ليها، الحمايه الزائده دي خطا كبير جدا على البنت في وسط مجتمع. لا لا انت ما تنزليش، فبتطلع الشخصيه اعتماديه، بتطلع مدى ثقه بنفسها. انا لو طلعت كده ممكن الكعبي اقع، انا لو مشيت كده ممكن تحصل لي مش عارفه ايه، ده الكلام اللي بابا وماما بيقولوه لي، مش انا اللي مصدقه في نفسي. فبيبتدي هم يكلموه عن انك لو مشيت هتقع، لو طلعت هنا هتحصل لك حادثه، فيبقى انا عندي انا خوف وعدم ثقه بنفسي، لا انا لو عملت ده ممكن هيجرى لي كذا فانا مش هعمله، فابتدي اصدق ماما وبابا. فالحمايه الزايده دي تخليني انا شخص اتكالي، ما عنديش ثقه بنفسي، حاسس ان انا هفشل في اي حاجه هعملها، لان هم وصلوا لي الاحساس ده. لكن انا كوحيد هم بيبقوا يعني لحظيا خلي اقول لحظيا معذورين، ده هو ثروتنا. بالظبط، ده كان سؤالي. هو ثروتنا يعني بعد الشر لو وقع، لو كده هنفقد حبيبنا حبيبتنا. بس لازم الاب والام في التوقيت ده هم المايسترو، لازم يبقى عارف ان هو كده بيأذي مش بيخدمه. صحيح. هو لحظيا خليني اقول ان في حمايه بس مش زائده في فتره الضعف اللي هو سنتين ثلاثه، بس برضو اديله انشطه تتناسب مع سنه. يعني زمايله اللي من سنه ما عرضوش لمخاطر احنا عارفينها كلنا، الاشعه البوتاجاز، الحاجات اللي احنا عارفينها، كبر شويه المخاطر بتقل، فابتدي ان انا ادرج المخاطر مع السن، بحيث ان لازم احنا كبشر بنتعلم من التهديدات اللي بتقابلنا. ده انا كنت ماشي وكان حصل كذا فانا خليت بالي، فانا المره الجايه بيبقى عندي خبره ان انا وانا ماشي هعمل كذا، ان انا وانا بتصرف مع زميلي هعمل كذا. طب لو حد من زمايلي تنمر عليا قال لي حاجه هقدر يبقى فيه رياكشن اقوله. فالمواقف دي اللي انا بتحط فيها مواقف ضاغطه بتنمي شخصيتي، تخليني اقدر اتعامل مع المعوقات اللي في حياتي. لكن لو انا دايما لا بالراحه حافظ عليه ده، تبص تلاقيه بقى راجل او بنت كبيره حاسه بالاعتماديه، عدم الثقه، لا ده ماما هتعمل لي، لا ده بابا هيعمل لي، لا طب انا لو اتجوزت جوزي اللي هيعمل لي. فبص تلاقيها شخصيه اي موقف صغير يكسرها نفسيا او يكسره نفسيا بقى، لانه ما مرش بمعوقات. فابتدي خلينا اقول اما بحس بخطر او معوق واتغلب عليه بيديني احساس بالثقه بالنفس. صحيح. ان انا اقدر احقق حاجه.
كوني فقدت الإحساس بإن أنا أقدر أحقق ده أنا فقدت بيئة التعلم واكتساب لمهارات شخصية تنفعني مستقبلا وتخليني أنا شخصية ناضجة بصورة كبيرة جدا جدا. فنصيحة للأم والأب اللي عندهم طفل وحيد على نوع مختلف بنت أو ولد أو وحيد فعليا، خلي فيه توازن في التربية، احمي في الوقت الصغير، في مخاطر تبقى تقول له خلي بالك من واحد اتنين تلاتة، تكون انت قدوة ليه مثال ليه، تتعرضه بمتابعتك في سن صغير لمواقف ضاغطة وتشوفه هيتصرف ازاي، لانه متصرف بطريقة خطأ انت هترجع بقى تقول له ايه لا بس انت كان المفروض تعمل كذا، بطريقة برضو فيها مش سلطوية. احنا اصحاب، احنا قلنا اول حاجة الحب صح؟ فانا وابني حبيبي او بنتي حبيبتي المساحه هنا هتسمح لي بان اقول له بص برافو عليك انت اتصرفت صح في الموقف ده، بس بقى انا لو منك المره الجايه كان ممكن تعمل واحد اتنين بدون املاءات، ان احنا انا لو مكانك كنت هعمل ده وانت برضو بس انت عجبتني برافو عليك، ان انا اشجعه، انما ان انا دايما ابقى حطاه لا ده حطاه في علبه كده وهو هديه غاليه عندي وشايلاه في الدرج وحطاه ولا المفروض احافظ عليه، المحافظه عليه في احتكاكه. جميل. الآباء والأمهات اللي بيختاروا أن ابنهم يكون طفل وحيد أو بنتهم تكون طفلة وحيدة، هل ده أنانية منهم؟ يعني هل هم لو قادرين يشوفوا أو يعني يجيبوا له مثلا أخ أو أخت طبعا لو ربنا أراد أفضل، ولا مفيش مشكلة أن الطفل يبقى وحيد؟ خلينا أقول أن ده بيبقى توجه أسرة، ربما يكون لأسباب صحية غصب عنهم، ربما يكون لا مش بتكلم عن الحاجات التعوق أوكي. ربما يكون أطفال. أسباب عمل عدم قدرة على خدمة الطفل تاني، ممكن أنا كأم مش مانع أن أنا أنجب، لكن مانع صحي أن أنا تعبانة صحيا فمش هقدر، أن أنا مخططة لحياتي أن أنا هجيب طفل واحد. هو لو يعني هقول لو انا قادره اقوم باكتر من طفل، قادره هنا بمعنى صحيا ماديا اجتماعيا تربويا وتربويا وحطي تحتها 100 خط قبل ماديا حتى تربويا، لاني عايزه اقول ان مش شرط ان اولاد الاغنياء بيطلعوا متفوقين واولاد الفقراء بيطلعوا العكس. دي الحته التربويه، حته المساحه ان الام تلاقيها قادره تدير حياه اولادها، هم لو كتير قادره تحسس كل واحد ان انا امك، ان انا بحبك بدون ظلم للباقيين، او ان واحد فخلينا اقول المقدره التربويه الاجتماعيه الثقافيه الماديه، لو انا قادره دول وان انا اقدر اجيب واوزع اهتماماتي واطلع مواطن صالح، خلينا اسميه بقى مواطن صالح، لان الهدف من ان انا بجيب ولاد مش ان انا هجيبهم واسيبهم هيتربوا لوحدهم، مش حد بيتربى لوحده، ده بيتني دور الاسره موجه حتى مع الشاب، لانه كل ما بيكبر التحديات المواقف بتاعته بتكبر. ف يعني لو اختاروا هم مع القدره دي ممكن يبقى فيها جزء اناني او جزء ان انا مخطط لحياتي ان انا مش هقدر نفسيا ان انا هقدر اراعي اكتر من طفل خلاص، بس انا اختياري يعني ان اخترت ده يبقى لازم ابقى ادي مسؤوليه اختياري صحيح. ان انا الطفل اللي انا برعيه ان انا بنشأه فعليا بقى ما طلعوش بازمات او متلازمه الطفل الوحيد، لان هي عامله زي الطفل المنتصف في الاسر كده تلاقي ثلاثه، فالطفل الوسطاني ازمه ازمه ازمه, أزمة. الطفل الاولاني ده اول الفرحه وخد الحب كله، والطفل الاخير ده اخر العنقود المدلل بقى وحبيبنا اللي بيتظلم في النص شويه، اللي في النص ده يحس ان هو لا صاب اللي واخد كل حاجه ولا الدلوع الصغير او الدلوعه الصغيره، ففي هي متلازمه الطفل الوحيد. انا شطارتي بقى كأم وكأب ان انا ما اخليش الجزئيه دي موجوده، ان انا بمعاملتي ان انا بحبي الاول بصداقتي ليه ان انا لا بدي حمايه زايده ولا بدي تدليل مفرط، ما هو ده هيفسد وده هيفسد. طب دكتور امل حضرتك كلمتينا على الجانب النفسي وان الخطوه الاولى داخل البيت الحب، ازاي ادير علاقتي بهذا الطفل الوحيد بحب صحيح، وان اديله قراراته وحريه الاختيار وغيره، من جوه البيت بقى لبره البيت للمجتمع، لما الطفل ده يخرج المدرسه، لما يتعامل مع اصدقائه مثلا في النادي او في الحياه او المجتمع، التفاعل الاجتماعي لهذا الطفل الوحيد، ازاي انا كاب وام وكاسره ونشئ هذا الطفل عشان يبقى زي ما حضرتك قلتي مواطن صالح ويبقى عنده قدرة على التفاعل الاجتماعي الجيد مع المحيط اللي حواليه. ممتاز. هو ما بيطلع بره بيبتدي يعمل مقارنات. اشمعنى انا لوحدي وفي أمل الناس أمل اللي حواليا عندهم اتنين تلاتة اخوات. بالظبط. امل واخوها جايين، محمد واخته،
انا كان بيرجع لماما يقول لها انا كان نفسي يبقى لي اخ او اخت اقعد واتكلم معاه واعيش معاه. فهي بتبقى هنا يعني تحدي. المفروض الرياكشنات بتاعه الام تبقى يعني مش تصادميه معاه، بمعنى انا قصدت اجيبك لوحدك عشان اديك كل الحب وكل الرعايه وكل التعليم، ده لسان حالها بتقوله له رغم انها مش قصده ده، بس يعني لو طبيا هي مش قصده، بس تنقل له الاحساس ده ان انا كان اختيار ليا ان انا اجيبك عشان انت تبقى سيد المكان. سيد المكان لحظيا، بس انا براعي في نفس الوقت يعني، لان سيد المكان بس واسيبها على اطلاقها يبقى هيبقى طفل مدلل بالزبط. تمام. فانا اللحظات اللي الاقيه مأزوم من انه لوحده لازم اعمل فوكس هنا وتركيز على ان انا قصدي ان انا اخليك لوحدك عشان تبقى حبيبي، اديك كل الحب وكل الرعايه، ابقى تبقى انت كده يعني انت سيد المكان وسيد قلوبنا. لكن في نفس الوقت اما يبقى مع زمايله ويحتك بيهم، لو لقيته تعرض لان حس، خلي بالنا في صراعات الولاد، صراع خلينا نسميها صراعات في المدرسه في النادي، ممكن هو بيحس ان في شلاليه من الاخوات من الاصحاب وانا لوحدي، صح؟ يعني يحس بقى ان انا ايه متفرد، ايه ده، ده جاي هو اخوه وانا وانا وحيد. فخلينا نخليها هي ميزه وعيب. هو لحظيا بيحس انه عيب، صح؟ لكن الميزه ان انا اكسبه صفات، ابتدي اعلمه الاحساس بالمسؤوليه والثقه بالنفس والاستقلاليه بحيث ان هو يبقى وهو بيواجه المجموع حاسس ان هو مش فارق معاه ان انتوا كتير وانا واحد. ويكسبه الثقه بالنفس دي بتيجي بقى من تصرفات، هينقي هدومه لوحده، تصرفات حاجات كده احنا بنبص لها انها مش بتاثر، لا، انه اختار دي بتبني شخصيته بعد كده حتى ابسط الحاجات. طبعا انه اختار لعبته، انه قرر ان احنا ايه رايك هنروح لجده ولا لعمه، يعني هنعمل زيارات عائليه عشان لازم الاحتكاك، لان انا قفلاني عليه هيخليه كمان اللي حواليه يبصوا له لا 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 ما تكلموش اصل ماما هتزعل، اصل بابا الكلمه دي بتضايقه، فلا اخليه ينخرط تحت عيني واديله اختيارات وهو صغير في حدودي انا ببقى محدداها. طب نروح عند جده ولا عمه، هو اختار بس انا عامله اطار. طب كبر شويه انا عارفه اصدقائه مين، طب اصدقاء كويسين ولا لا، لان خلي بالنا ما بيوصل مرحله المراهقه، مرحله المراهقه بطبيعتها انا متمرد، انا عايز اثبت ان انا كبير بنت او ولد، انا عايز اثبت ان انا حر في اختياراتي، فتيجي تقول له مين صاحبك يقول لا ده واحد هناك كده ما وما يصرحش بيه كانه سر، معتبر ان دي علامه من علامات نضوج الشخصيه وان انا بقيت كبير وان انا بقيت ليا شؤوني الخاصه بيا اللي انتم مش هتتدخلوا فيها. فابتدي انا مساحه الحب اللي انا زرعتها في الاول اللي تالتها مساحه الصداقه، ان احنا بنقعد نتكلم مع بعض وبتعملوا ايه وبتروحوا فين ولو لقيته غيرت ما عنفوش لانه المره الجايه مش هيكلمني، مش هيقول لي احنا عملنا كذا لان انا خوفته. ابتدي مع المواقف الصغيره اللي ببنيها من وهو لسه سنتين سنه لحد ما يبقى اكبر، هو حاسس بنفسه انه امه يعني حتى وكان ابراهيم امته تمام، مش يعني مع الفرق بقى انك بتديله ثقه بالنفس، انت 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 فهو واخوه بس انت تقدر، انت 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 متعلم، انت عندك ثقه بنفسك، انت انا معجبه بشخصيتك، انت شخصيتك جميله زي ما كان نفسي ان ابني يطلع او بنتي تطلع. ابتدي في لكن ده بس بلاش النبي بقى اللي هو انت احلى انت اغنى انت اكبر انت لا اطول لا انت بلاش بقى الحاجات دي، بلاش خلي نتنمر على زمايل اولادنا، بلاش الكلام ده بالظبط. خلي بالنا لما اقول انت اغنى انا كده بديله حاجه ان هو اعلى من اللي حواليه فبيتعامل بتعالي فبينبذوه. خلينا متفقين وارجع اقول ايه، هم مش بيحبوا يتعاملوا معاه ليه؟ عشان هو بيتعالى عليهم، هو عشان هو بيحسسهم ان هو اغنى ان هو احلى ان هو دلوعه ماما او بابا. وهم يبتدوا ياخدوا النقطه القوه اللي بقول عليها يعملوها تنمر. يعني هي دايره لكن هو يبقى عارف انه سماته الشخصيه هو اللي هتكسبه احترام اللي حواليه من غير افعل التفضيل دي. ايوه بالظبط. يعني خليك حلو مع زمايلك عشان يحبوك، اعملهم كويس عشان يحبوا يعملوك، اتكلم معاهم بطريقه حلوه عشان يحبوا ياخدوك معاهم. انا بنيت عنده حاجه اسمها كده المهارات التواصل الاجتماعي. هو قدر ان مش عشان بابا زمايلي هيكلموني، مش عشان انا عندي هيكلموني، طب ما هو ده راح مني محدش هيكلمني، فانا هبقى اذيته مش نفعته، لان نقاط القوه في شخصيته راحت بالزبط. منصب راح، مال راح، بابا لا قدر الله مات، ماما نفس الفكره، لكن انت القوه فيك انت، انت اللي عندك سمات وصفات تخلي اللي حواليك يحبك. ف...
فبالتالي انت محبوب مش عشان انت وحيد ولا دلوعه ماما ولا بابا، عشان انت شخصيه تستحق الاحترام والتعامل والحب. دكتور أمل كلام جميل جدا ومهم جدا لكل أسرة تسمعه. فعلا عجبني جدا فكرة التشبيه أنه الطفل الوحيد ده مش زي حاجة بحطها في علبة أو هدية وأفضل قافل عليها وخايف طول عمري، لا ده لازم أنشئه تنشئة قوية جدا ويبقى شخص مواطن صالح وأديله الثقة وأكسبه الثقة بنفسه. نشكرك على النصايح الجميله دايما بتنورينا وتشرفينا. صباح الخير يا مصر. دكتور امل شمس استاذه علم الاجتماع بكليه التربيه جامعه عين شمس، كل سنه وحضرتك طيبه ونورتينا. وحضراتكم طيبين ومصر كلها بخير. نشكرك يا فندم. مشاهدينا نروح لفصل سريع ونرجع من بعده نكمل اخر فقره في حلقتنا النهارده، خليكم معنا. طبعا كلنا تابعنا مع بعض احتفالية عيد الفطر المبارك وقد ايه كانت مبهجة، وكان فيها كمان رسائل مهمة جدا جت في هذه الاحتفالية، واللي حرص طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاحتفال فيها مع ابناء واهالي الشهداء من طبعا من ولادنا من ذوي الهمم وطوائف الشعب المصري، والسنة دي كمان كان ليها خصوصيتها بحضور عدد من ابناء غزة. عن أبرز رسائل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العيد وفي هذه الاحتفالية هنتكلم النهاردة في فقرتنا الأخيرة من صباح الخير يا مصر مع الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف. صباح الخير أستاذ شريف. صباح الخير. كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا دكتور محمد. منورنا طبعا. قبل ما نتكلم عن الرسائل، هذا التقليد السنوي اللي بيحرص عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أول يوم العيد يفطر مع أهالي الشهداء وذوي الهمم، شايف قراءتك لهذا التقليد ايه؟ هي دي اعظم رساله بالمناسبه في الموضوع. يعني انا بعتبر ان ده جزء من حيويه المجتمع المصري. يعني لو بصينا، انا مش عايز بس اعقد مقارنات، هذا اللقاء قبل سنوات لم يكن يعقد على الاطلاق او ينظم باي شكل من الاشكال. انما انا بعتبر ان انتظام هذا اللقاء، وانا بالمناسبه من ضمن الرسالة الأولى اللي بنتكلم عليها أن احنا بنحيي القوات المسلحة على تنظيمها سنويا لهذا اللقاء. هذا اللقاء يحمل عدة رسائل مهمة. أولها الرسالة الأولى اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أول ما دخل قاعة الاحتفال، وأنا شرفت بأن أنا كنت موجود في هذه القاعة، قال أن كل اللي احنا فيه دلوقتي نتيجة للأرواح الزكية اللي ضحت من أجل مصر، وأنه لا عيد بلا تضحية. ولازم الناس تبقى فاهمة دي كويس قوي، أن كل شيء له ثمن، الاستقرار أيضا له ثمن. جميل. وبالتالي التضحيات التي قدمت من أبناء الوطن، لأن أغلى شيء يملكه أي إنسان هو إيه؟ هو روحه. لما يقدم روحه فداء لوطنه لابد وأن يرد الوطن هذا الجميل مرة أخرى. وبعتبر ان فكره عدم التفرقه، وانا يعني احط بين التفرقه ديت قوسين كده، التفرقه في ايه؟ ان انا ما فرقتش بين ضابط وجندي. صحيح. ما فرقتش بين قائد وحده في الشرطه المدنيه وبين مثلا خفير. وده موجود، يعني ده كان موجود في التكريمات. ما فرقتش بينهم حتى في الجلسه، يعني صحيح. احنا واحنا قاعدين كل ترابيزة من اللي احنا موجودين عليها من طاولات الحفل نفسه عليها حد من أسر الشهداء. يعني احنا جزء من الموضوع وهم جزء مما مهم. نعمل فيه. الرسالة دي انا بعتبرها انها جزء من رد الجميل لأبناء مصر. يعني فكرة ان تعظيم الشهيد، يعني انا اعتقد ان لما اتعمل صندوق للشهداء ومصابي العمليات، وده ما كانش موجود قبل كده، ده حتى السيد الرئيس ضم لي مثلا شهداء بناء الإرهاب، لا بناء حائط الصواريخ، يعني سنة 70. يعني مثلا كل من خرج عن دائرة هذا التكريم لابد أن يدخل وأن ينعم، لأن ده أقل واجب من جانب الوطن لأبنائه. في رسالة تانية مهمة اللي حضرتك كنت يعني تحدثت عنها من شوية، وهي وجود أبناء غزة. وهنا من المصابين والأطفال واللي بيتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية،
واسمح لي ان انا اتوقف امام الرساله دي بعض الشيء، لان هي دي القضيه الرئيسيه في الموضوع، ان غزه بتبعث رساله في هذا الاحتفال ان هي قضيه الصداره الاولى. يعني حتى واحنا بنحتفل لابد ان نتذكر ما يحدث في غزه. في حاجه مهمه جدا لابد ان نشير اليها. اولا، لا يستطيع احد ان يزايد على الدور المصري في القضية الفلسطينية. لا يستطيع أحد أن يلعب دورا بديلا للدور المصري في القضية الفلسطينية. مصر هي دولة المواجهة الأولى على مر الجولات المواجهة الأربعة مع إسرائيل، وبالتالي مصر هي جزء أصيل من القضية الفلسطينية، والأمن القومي المصري بعده في فلسطين والعكس. وبالتالي يعني لما نشوف الأطفال، يعني بالمناسبة يعني أنا هقول رقم كده يعني يمكن الناس أول مرة تعرفه، 4000 مصاب فلسطيني اتعالجوا في مصر على مدى الشهور القليلة الماضية، تم إدخالهم ومعالجتهم في مصر. مش 4000 وبس، لا، ومعهم 6000 مرافق. يعني في 10000 فلسطيني دخلوا لتلقي العلاج ومرافقين مرافقي. وبالتالي أنا لما كنت بشوف ناس وإحنا قاعدين على الترابيزات، الأطفال الفلسطينيين وهم ماسكين العالم الفلسطيني وعالم مصر، هنا بيبان الدور الحقيقي لمصر، الدور الدولة الكبرى التي تحتضن كل الأبناء وكل الأشقاء. يعني أتوقف أمام رسالة تانية مهمة. أنا شايف إن الرسالة اللي عملتها الشركة المتحدة وبما قدمته في هذا العرض عن ذكريات الفنانين مع العيد، وفي نفس الوقت في رسالة مهمة في نهاية هذا العرض بالمناسبة اللي بيقدمها النجم محمد رمضان، إن إحنا كل اللي إحنا فيه ده وكل أعيادنا وذكرياتنا ما كانتش هتبقى لو ما كانش فيه شهداء. صحيح. هنا أنا برى أن احنا أمام رسائل مهمة تضمنها هذا الحفل، وأرى أن يعني مرة أخرى أنا بوجه الشكر للقوات المسلحة في هذا الاتجاه، لأن كان التنظيم على أعلى مستوى. هذه يعني الروح الأبوية، يعني بأننا بنتكلم عن التنظيم مش قادر أعدي الجملة دي من غير ما نتكلم عن مكان الاحتفالية وهو العاصمة الإدارية الجديدة. شفت إزاي حضرتك كنت موجود في الاحتفالية ورحت وشفت ده إزاي بعد ما كمان السيد رئيس حلف اليمين هناك في العاصمة الإدارية الجديدة لفترة ولاية جديدة، مكان الاحتفالية كده احكي لنا واشرح لنا شفت قبل إيه حتى مكان هناك. الاحتفالية هو في مركز مصر الإسلامي الدولي. مركز مصر الإسلامي الدولي ده يعني نقطة وشعلة شعاع كبيرة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ العروبة، ولابد أن نشير لأننا أمام حدث كبير. طبعا ليس من سمع كمن رأى. الناس لما هتروح وتشوف مركز مصر الإسلامي الدولي هتعرف على أرض الواقع الدنيا شكلها عامل إزاي. إنما أنا بتحدث عن فكرة أن خلاص العاصمة الإدارية أصبحت جزء من المجتمع المصري، نحن نتحرك يوميا إليها وهناك أنشطة وعمل متبادل. فكرة أن يعني في السنوات الماضية كان يقام هذا الاحتفال في مركز المنارة، السنة دي بيقام في العاصمة الإدارية بجوار مركز مصر الإسلامي. وللحقيقة يعني البعد إدى للمكان شكل أكبر وأجمل، بقى فيه متسع بشكل جميل. قدرة الناس والأفواج اللي كانت جاية عشان تؤدي صلاة العيد، أيضا حجم المشاركين، يعني أنا شايف أن حجم المشاركين المرة دي في الاحتفال والمدعوين ليه من الضيوف هو غير كل سنة. إنما أشير إلى نقطة مهمة جدا، هذا اللقاء الأبوي الكبير، دعك من الحفل وما فيه، هذا اللقاء الأبوي الكبير وحرص السيد الرئيس على أن يصطحب أبناء الشهداء وزي ما بنقول بالبلدي كده يلعب معهم ويبادلهم السمر والضحكة شايفين دلوقتي أستاذ شريف على الشاشة بعض اللقطات يعني لهذه الاحتفالية وتعددة الجوانب. يعني أنا برضو عايز أتوقف مع حضرتك عند الجانب الإنساني. طبعا في حضور لأسر الشهداء، حضور لذوي الهمم،
وده في أجندة يعني أولويات الدولة المصرية الفترة اللي فاتت، الرسالة الإنسانية، لأن دي بيبقى ليها صدى مهم جدا لكل مشاهد ولكل من يتابع، أن هذه الصور بتعكس إلى أي مدى هذه الدولة دولة يعني ترعى كل الطوائف على قدم واحدة وقدم مساواة. الرسالة الإنسانية دي أثرها في نفوس المتابعين ونفوس الشعب المصري بتعمل إيه؟ يعني أنا هقول لحضرتك على حاجة، إحنا اتكلمنا من شوية على إن في قضايا فرضت نفسها إنها تكون في موقع الصدارة خلال الاحتفال، منها قضية غزة، منها الأجيال المتعاقبة من القوى الناعمة المصرية. يعني برضو إحنا لازم نشوف السيدة صفاء أبو سعود لما ترجع وتغني أهلا بالعيد بشكل جديد وبأسلوب جديد. طب حسيت بقى حضرتك بإيه وأنت بتسمع الأغنية دي مرة تانية كده لايف؟ أنا حسيت والله إن أولا هذه السيدة تشكر رمز طبعا على هذه الروح وهذا الأداء، ربنا يديها الصحة. احنا يعني كنا سعداء بوجودها، حرصها على ارتداء اللون الأخضر وده لون البهجة ولون العيد. يعني عايز أؤكد على نقطة مهمة قبل ما نقول الهمم ذوي الهمم، القوى الناعمة المصرية هي الحارس الأمين لمصر. جميل. ولابد أن ندرك أنه لا تقدم إلا بالقوى الناعمة المصرية، وأن القوى الناعمة المصرية هي حائط الصد سواء أمام التيارات الفكرية أو حتى المواجهة. المواجهة ونحن في عالم مليء بكل أشكالها، الفن، الأغنية، الكلمة، الفيلم، المسلسل. وأنا برى أن اللي حدث في هذا الحفل والدور اللي قامت به المتحدة أو تنظيم القوات المسلحة كله ادى دور كبير. يعني احنا كان قاعد معانا جزء كبير من الفنانين، ويعني انا كنت سعيد ان احنا معانا مجموعه كبيره على الطاولات اللي احنا قاعدين عليها. ده دليل على تكريم الدوله للقوى الناعمه ولايمانها بدورها وايمانها بدور الفنان. الفنان لابد ان يكون له دور وقضيه، لاننا كلنا جميعا نتحرك في اطار قضيه. اللي حضرتك سألتي عنه وهو ذوي الهمم، زي ما قلت لحضرتك ان فكرة العودة الى صدارة المشهد، يعني هذه في حد ذاتها رسائل، ان كل هذه القضايا قضايا تشغل الدولة المصرية حتى في وقت الاحتفال. يعني احنا لو بصينا للست، سيدة جميلة جدا جاءت من الريف وألقت قصيدة، وقصيدة كبناء متماسكة بشكل كبير. جميل. وفي النهاية قالت أعذروني أنا ست أمية أجهل القراءة والكتابة. وده يدل لك أن المعرفة أهم من العلم. جميل. وقبل العلم. لأن الفلاح البسيط أو الإنسان المصري البسيط الذي بنى الحضارة والذي ظل محتفظ بالهوية الوطنية المصرية في الأصل كان لا يعرف القراءة والكتابة، ولكنه كان ملما بأبعاد القضية المصرية. عايزة كمان يعني أرجع مرة تانية للنقطة اللي حضرتك كلمت فيها وهي القوة الناعمة، ويمكن شفنا عرض كده مبهر من المتحدة. عايزة أتكلم أكتر عن النقطة دي، قد إيه القوة الناعمة هي حصن المجتمع يعني، والعرض كمان وجهة نظر حضرتك في إيه؟ حضرتك القوة الناعمة تمشي في إطار مرادف لكل الأحداث في مصر. لو جيت حضرتك في الأحداث السياسية في القرن العشرين من ثورة 19 وحتى يومنا هذا، هنجد أن القوى الناعمة هي جزء أساسي من أي حراك سياسي أو اقتصادي أو مجتمعي في مصر. من أول سيد درويش وبلا أمريكا بلا أوروبا إلى غيره، وبعد كده عبد الحليم حافظ ثم عبد الوهاب. أولا لو نيجي نشوف القضية الفلسطينية مثلا، القضية الفلسطينية عرفها الناس وحسوا بها من خلال الأغنية، وليكن مثلا أخي جاوز الظالمون المدى وغيرها. فكرة الحراك القومي على مدى فترة الستينيات، أيضا فترة الاستنزاف وحتى حرب أكتوبر، القوى الناعمة المصرية ثروة حقيقية، ولا شيء أغلى ولا أقيم من القوى الناعمة في مصر، وهذه هي فعلا ثروة حقيقية. هذه الثروات يمكن أن تواجه بضربات أيضا، لأن هناك ضربات كما تستهدف الأنظمة السياسية
تستهدف أيضا القوى الناعمة من التقليل من شأنها ومن السخرية ومن التحريض وإلى آخره. ولذلك لابد أن نكون مدركين أن القوى الناعمة هي المرادف للقوى الخشنة، زي ما في جيش زي ما في قوى ناعمة، الاثنين يستطيعوا أن يحققوا شيء مهم جدا وتحريك في العملية. حضور الـ يعني أبناء غزة الاحتفالية، كمان حضور في القوى الناعمة، يعني إنتاج عمل درامي زي مليحة بيتناول القضية الفلسطينية، ده مهم جدا إن أنا إزاي الفن المصري والثقافة المصرية مهتمة جدا بالشأن الفلسطيني. دلالة ده يا فندم، وإزاي ممكن القوى الناعمة ترسخ هذه القضية الفترة اللي جاية؟ القضية الفلسطينية على فكرة كانت محور اهتمام كبير للقوى الناعمة، مش في الأداء الدرامي وفقط، لا بالعكس، يعني احنا لو جينا بصينا مسرح اعتبارا من 67 لغاية 74 كان كل الأشياء اللي بتنتج على مسرح الطليعة والمسرح القومي كلها أعمال عن القضية الفلسطينية. أيضا المشروع نفسه عاد طرح نفسه من جديد، يعني احنا بعد 7 أكتوبر نحن أمام تصور جديد للمنطقة، نحن أمام القضية التي عادت إلى مركز الصدارة وهي القضية الفلسطينية، العودة إلى المربع الأول أو خط الزيرو. من هنا يجب أن نكون مقتنعين أن هويتنا يجب أن نحافظ عليها بشتى الطرق. يعني على كل حال الاحتفالية كان شكلها النهائي مبهج جدا جدا، احتضان والله كانت فعلا حاجة هايلة قوي، يعني احتضان السيد الرئيس طبعا لأهالي الشهداء، وظهور خاص طبعا للفنانة الكبيرة صفاء أبو سعود وأغنيتها اللي كلنا ما بنعيدش من غيرها أهلا بالعيد، خلى فعلا العيد عيدين. بنشكرك جدا على قراءة حضرتك الوفية الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف، وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا جزيلا وعيد سعيد عليكم وعلى كل مصر. وعليك يا فندم بنشكرك، شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم مشاهدينا، بكده خلصت حلقتنا النهاردة من صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا بسنت، وإن شاء الله رب دايما أيامنا كلها خير وسعادة وأعياد وبهجة. نشوفكم بكرة وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.